كاين التران وكاين البراق، كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس، كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مدة وانتم كتشوفوا الفعالية ديالو. وكما العادة وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات، لأن عند وينكسو كل مغربية ومغربي عندهم الحق في الجودة العالية وبالرخاء. وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حماية شاملة وكيعطي فعالية فائقة لا مقارنة مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا والتوب تكنولوجيا ودكشي. بلا ما نزيدو في الكلام، مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول. ملي وينكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر. وينكسو شركة مغربية بالجودة ورخاء تهلا فيك وفيها. Ce mois de septembre, l'aventure continue. La nouvelle saison arrive enfin et votre attente touche à sa fin. Préparez-vous. Ce n'est pas du cinéma, c'est la nouvelle Dacia Sandero Stepway avec ses feux LED, ses jantes aluminium diamanté 16 pouces et motorisation diesel 102 chevaux à partir de 990 dirhams par mois. Venez la découvrir dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition. وريني شنو هذا؟ بي سوفت. شنو؟ سوفت جلبي، ان كيك بنين انروبي اي فوري افيك واحد لا كريم. ولي بسكوي جلبي فيهم بزاف ديال الانواع، اي سون بون واعرين. تقدري تقسمي معايا؟ بي ذا بيست افري داي. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على امواج راديو مال. سعيدة بلقياكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم المريخ الرياضي. المريخ الرياضي اللي بطبيعه الحال غادي يكون مخصص لاداء المنتخبات الوطنيه. الحمد لله جميع المنتخبات الوطنيه فهي فرحتنا نهايه هذا الاسبوع، كاين الانتصار ديال المنتخب الوطني الاول والخطوه الكبيره اللي كيقوم بها ان شاء الله للتاهل للماتش براج اللي كنتسناوه واللي ان شاء الله نتمنوا اننا نتاهلوا به لكاس العالم. المنتخب الوطني الرديف اللي كيستمر في التحضيرات ديالو، انتصار ثاني على التوالي في المباريات الودية تأهبا للبطولة العربية. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة واللي كذلك كيتأهل الدور المقبل من الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم لهذا الفئة هذه. فهادشي كما غادي نتكلموا عليه خلال حلقة اليوم، بالإضافة إلى لا ناشيونز ليغ وانتصار المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الإسباني. هادشي كامل خلال حلقة اليوم مع المحللين ديالنا، لكن قبل من ذلك نستقبلوا عزيز القبلاوي اللي حاضر معنا في الموجز الإخباري. مرحبا بك عزيز. مرحبا بك دنيا وكل المستمعات والمستمعين ديال راديو مارس. موجز الأخبار. أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية التعاون التام والتنسيق الأمثل للمغرب والمينورسو، لا سيما في مجال الدعم اللوجستيكي والخدمات الطبية وأمن المواقع الأممية وإزالة الألغام. وأكد التقرير أن المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار مع الحفاظ على حقه في الرد على أي استفزاز من طرف ميليشيات البوليساريو. كما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية القيود الصارمة وغير المقبولة التي فرضتها البوليساريو على المينورسو منذ تراجعها أحادي الجانب عن وقف إطلاق النار. وينتقد التقرير البوليساريو بسبب العوائق التي تشل قدرة البوليساريو أو المينورسو على تنفيذ مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة ميليشيات هذه المجموعة المسلحة وكذا الوضع في الميدان بشكل مباشر. عقد مجلس المستشارين مساء أمس الأحد جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة طبقا للأحكام أو لأحكام الفصل 63 من الدستور. وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب السادة محمد حنين عن فريق التجمع الوطني الأحرار خليفة أول رئيس مجلس المستشارين، وأحمد خشيشن عن فريق الأصالة والمعاصرة خليفة ثاني، وفؤاد قادري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خليفة ثالث، والمهدي عثمون عن فريق الحركي خليفة رابع، وعبد السلام بالخشور عن الفريق الاشتراكي خليفة خامسة.
يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستنعقد على الساعة 2 بعد الزوال تأتي طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. ختاما، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد أن 181,700 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بعد مرور 7 أيام فقط من انطلاق عمليتها، ووصل عدد الملقحين بالكامل بالجرعة الثانية إلى 20,117,823 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23,031,340 شخصا. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد 19 من جهة أخرى أنه تم تسجيل 386 إصابة جديدة و638 حالة شفاء و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز وعودة إليك دنيا وبرنامج المريخ الرياضي. شكرا لك عزيز قبلاوي. دابا شي شويه غنلتحقوا بنا المحللين ديالنا باش غادي نتكلموا على أداء المنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني الأول، منتخب الرديف بالإضافة إلى المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة. فاصل موسيقي، الحاج عبد المغيث على أمواج راديو مارش، شويه ديال الشعبي ونعاودوا نرجعوا لكم.
à 9h30, Hamid Rouissi en compagnie de Lino Baco et leurs consultants. Attaquons la planète Mars sur Radio Mars. Suivez Mars Attaque sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. مرحبا بكاع الناس اللي كيتحكوا بينا على امواج راديو مارس في برنامجكم المريخ الرياضي اللي بطبيعه الحال غادي نتكلموا فيه على الاقصائيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي في المباراه الاخيره اللي جرات نهار السبت امام غينيا بيساو، الانتصار اللي كان ب 3-0. شكون هما اللاعبين اللي ربحوا مجموعه من النقاط يعني مع المنتخب الوطني المغربي؟ غنتكلموا على الاقصائيات بشكل عام، المجموعات اشنو واقع فيها، بالاضافه الى تحضيرات المنتخب الوطني الرديف تاهبا للبطوله العربيه. يمكن نقول بان الحمد لله كاع المنتخبات الوطنيه فهي غاده مزيان، يعني حتى المنتخب الوطني اللي اقل من 20 سنه بالنسبه لكره القدم النسويه فهو كيتاهل الدور الثالث من الاقصائيات المؤهله لكاس العالم، وحتى تحضيرات المنتخب الوطني اللي اقل من 20 سنه زكريا عبوب ووليداتو حتى هما يعني في المباريات الوديه اللي كيجريوها فهما كيربحوا. دونك الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. غنتكلموا حتى على الناشنز ليغ وانتصار المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الاسباني كامل خلال حلقة اليوم رفقة المحللين ديالنا اللي دائما كنكونوا سعداء انهم يكونوا حاضرين معنا. نبداو بدر قادوري، مرحبا بك بدر. اهلا اخ دنيا، اهلا مستمعات مستمعين راديو مارس، وسي جمال سي فتاح سي مصطفى تحية ليك فتاح العلوي. اهلا وسهلا، مرحبا بمستمعات ومستمعي راديو مارس. جمال صديفي مرحبا. مرحبا بك دنيا، مرحبا فتاح، بدر قادوري، مصطفى بيدودان والمستمعين والمستمعات الكرام. بيدودان مساء الخير. مساء النور دنيا، مساء الخير على مستمعي ومستمعات راديو مارس، بدر، جمال وفتاح وبونو بونو اللي حاضر معنا اليوم. اول موضوع غادي نتكلموا عليه اليوم هو المنتخب الوطني الاول، وكذلك غنتكلموا حتى على المنتخب الوطني الرديف، وهادشي اللي غادي يجرنا اننا نتوقفوا مع رقم اليوم متعلق بالمنتخبين بزوج وعدد ديال الانتصارات بالنسبه للمنتخبين بزوج على التوالي. الرقم اللي كنقترحه لكم اليوم هو 22، وهو اللي كيساوي عدد المقابلات اللي خاضها المنتخب الوطني المغربي بدون هزيمة، وهي المقابلات المعتمدة من طرف الفيفا. المقابلات كتعتبر أكبر سلسلة من المباريات بدون هزيمة بالنسبة للمنتخبات الوطنية. آخر هزيمة كانت أمام المنتخب الغابوني بنتيجة 3-2 بتاريخ 15 أكتوبر 2019، من بعد منها انتصر المنتخب الأول في 10 ديال المقابلات وتعادل في 3 مع اعتماد نتيجة مقابلة يوم السبت أمام منتخب غينيا بيساو. أما المنتخب المحلي واللي شارك في تصفيات ونهائيات الشان فاز في 6 ديال المقابلات وتعادل في 2 اللقاءات مع احتساب المقابلة أمام المنتخب الغامبي. المجموع هو 17 انتصارات و5 ديال التعادلات في جميع المقابلات اللي كتعتبر رسمية بسجلات الفيفا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية. ونذكركم باللي أكبر سلسلة من المقابلات بدون هزيمة خاضتها العناصر الوطنية كانت من 22 أبريل 1974 حتى 23 أبريل 1975، واللي كانت كتساوي 20 لقاء بدون هزيمة. ولا هذا الرقم اللي متعلق بالمنتخبين بزوج، المنتخب الاول والمنتخب الرديف، يعني السلسله اللي هي مزيانه المنتخبات بزوج، فهي الحمد لله ما كاينش يعني ما كاينينش هزائم ف 22 مباراه الاخيره اللي جمعناهم بزوج، اللي هو نقطه ايجابيه. بيان سور نقطه ايجابيه، نسكو بور لو كلاسمون ولي شابو، حنا كان راه مهمه في التيراج هذه القضيه هذه. شابو ا ماشي هو شابو دو، دونك حتى كنظن حتى اليوم حنا اون برينسيپ اوني في لو شابو ان وي هو راه مهم بزاف، غتفادى كوميم دو غروس سيلندري. وهاد النقط اللي كناخذوا هاد الكلاسمون مهم في لي تيراج في لي شابو، راه كيعرفوا عباد الله. دونك ملي كتكون في شابو ان
على الاقل غتفادى تفادى فرق اللي صح وي جوست. ما حنا باش نبقاو في هاد الارقام هادو فبالنسبه للمنتخبات بزوج يعني تزادت لهم زائد واحد في عدد الانتصارات. نبداو بالمنتخب الاول والانتصار اللي كان على حساب فريق غينيا بيساو ب 3-0 هاد المره من بعد ما المقابله الاولى كانت سالت ب 5-0. بدر قادوري يعني اش يمكن نقولوا على هاد الانتصار هذا ديال اسود الاطلس؟ الانتصار كيف كنا كنقولوا كنتسناو هاد المقابله باش يكونفيرميو الاداء اللي ظهروا به في المقابله الاولى وخصوصا النتيجه. فكيبقى الاهم شنو هو لي 3 بوين الحمد لله حققناهم باش كومسا نبقاو فافوري ونبقاو حنا الاولين نشدوا الراس ديال الجروب ديالنا. مقابله كيف قالت كانت خصنا نكونفيرمي في هذاك الشيء اللي بينا في المقابله الاولى. واللي مهم في هذا الشيء فان شفنا اللعابه دخلوا بواحد الثقه دونك هذا الشيء اللي كنا كنبحثوا عليه من بعد المقابله الاولى فاحنا حاولنا شفناه في المقابله الثانيه وخير دليل فكانت الاداء والنتيجه. جمال صطيفي الراي ديالك حول انتصار اسود الاطلس على حساب غينيا بيساو في المقابله ديال الجوله الرابعه؟ انتصار مستحق ومتوقع ايضا بالنسبه للمنتخب الوطني. ثلاث نقاط مهمه جدا للمنتخب الوطني اليوم خصوصا بعد التعادلين ديال السودان مع غينيا يعني في المباراتين معا يعني اصبح يعني في حاجه للفوز يعني في مباراه المقبله او نقطتين في مباراتين يعني المقبلتين باش انه يكون في الدور يعني الفاصل. جيد انك تحسم التاهل ديالك بشكل مبكر لانه مجموعه من المجموعات مازال الامور ما واضحش فيها كاين تقارب في بعض المجموعات. كنظن المغرب والسنغال تقريبا اللي وضعوا الرجل الاولى يعني في الدور الفاصل ولكن في بقيه في مجموعه من المجموعات كاين يعني كاين تقارب. إذا خديتي حتى المجموعة مثلا ديال مصر وليبيا اليوم كاين مباراة يعني حاسمة اليوم exactly. مصر وليبيا حتى مجموعة الجزائر أيضا 7 نقاط للجزائر و7 نقاط لبوركينا فاسو. مجموعة ديال بينا وتنزانيا يعني أمس منتخب تنزانيا انتصر هو ورجع يعني المنافسة. تنزانيا والبينا عندهم بجوجهم 7 ديال النقاط في المجموعة الأخرى. تنزانيا ربحت البينا هدف ديال مسوفا. المجموعة الكاميرون وكوت ديفوار تنافس كبير ما بين الكاميرون وكوت ديفوار فإيجابي أنك تحسم التأهل ديالك بشكل مبكر باش أنه المباراتين الأخيرتين يعني تاخذهم بشكل مريح يعني بدون ضغط ديال البحث عن التأهل للدور الفاصل. بالنسبة للسلسلة ديال النتائج الإيجابية للمنتخب الوطني هذا هو يعني بالنسبة للمنتخبات اللي كتبغي تكون في الصدارة خصوصا على المستوى الإفريقي. إلا خديتي اليوم السنغال تونس باستثناء نيجيريا كنظن اللي كانوا خسروا شي مقابلة هاد السبعة المنتخبات الأولى يعني خسروا أمام لا ريبوبليك سنتر أفريكان واللي كانت مفاجأة قبل من أنهم ينتصروا في الجولة حتى الانتصار ديالهم اللي كان على الرأس الأخضر راه انتصروا باخطاء ساذجه ديال الحارس ديال الراس الاخضر اللي كانت المباراه اللي كانت لعبات يعني في الراس الاخضر. ف يعني هذا هو المسار خصو يكون بهذا الشكل انك تكون عندك المناعه يعني ضد الهزيمه ولكن ضروري واحد النهار كتجي الهزيمه غير هي ما خصهاش تجي في حدث مهم او في مباراه فاصله. منتخب ايطاليا راه بعد سلسله ديال 37 كنظن مباراه يعني انتصار نهزم امام منتخب اسباني يعني في الدور نصف نهائي وخا نهزم يعني كنقدم لان كان 10 لاعبين كمل مع بونوتشي الطرد ديالو ولكن غير ما خصهاش هذيك الهزيمه ما تجيش من النهار كبير يعني اما ان السلسله ديال النتائج هذا كنعتبره عادي بالنسبه للمنتخب الوطني وهذا ما يجب ان يكون في تصفيات كاس افريقيا اللي تاهلنا لها او لا في تصفيات كاس العالم اللي مازال ندخلوا للدور ديال الحاسم. الايجابي ايضا ان الدور الحاسم غيكون بعد كاس افريقيا الامم يعني غنكونوا خدينا اختبارات قويه في على مستوى كاس افريقيا للامم. اكيد في كاس افريقيا للامم غتكون عندك مواجهات قويه ايضا غتكون عندك فكره حول مستوى المنتخب الوطني وتنافسيه المنتخب الوطني وحتى المجموعه ربما اللي غادي تخوض بها الماتش باراج لاكوب دي مونت. بطبيعه الحال هو كاس افريقيا ماشي مرحله اعداديه لكاس افريقيا خنمشيو باش ننافسوا عليه ولكن بالنسبه لي انا ايجابي انه المباراه غتجي من بعد كاس افريقيا للامم لان غنكونوا خدينا سلسله من المباريات وعرفنا يعني المستوى الحقيقي ديال المنتخب الوطني لانه دابا بعض المباريات جيد انك تنتصر فيهم ولكن يقدروا ما يعطوكش المستوى الحقيقي ولكن جيد لانه الانتصارات يعني في المجموعه ديالك تصدر المجموعه ديالك هذه دي كلها امور ايجابيه تحسم ايضا الصداره بسهوله
كلها أمور إيجابية. ومن النقاط الإيجابية أنك مثلا لا إن شاء الله غدا ربحنا الماتش دونك اوني اوفيسيلمون كاليفي لو ماتش باراج. غيبقى لنا لي دات فيفا ديال نوفمبر اللي غادي نقدروا نحضروا فيهم ونوجدوا بهم لاكان اللي غادي تكون إن شاء الله في لو موا دو جانفي. ومنها غادي نكونوا إن شاء الله نتمنوا أننا نكونوا واجدين وعندنا المجموعة الكاملة باش أننا نخوضوا لاكان. وهذا هو باش مزيان الانتصار. الانتصار كيخليك تبريباري فودو, كيخليك تو بروجيت سور لافنيير, تشوف شنو عندك. بحال كيف قلت جيد, اون ا 3 بوين دو لا كاليفيكاسيون, دونك سا بو نو بيرميتر بار لا سويت اننا نديرو واحد البرنامج نسيو فيه نقادو فيه. سوري معايا اللي حنا كنا باركين دابا تندويو, وغير في الامس القريب كنا كنهضروا كنقولوا كنربحوا, ولكن اللي كان مقلقنا هو الاداء المانياخ. انا غنقول بزاف ديال الناس اللي صيفطوا لي دي ميساج وداكشي كيقول لك وافتح زدتو فيه مع من اللاعبين. غنعاود نقولها, راه لعبنا مع فرق ضعف من هاد الفرق هادو والاداء كان ماشي هو هذاك. نقولوها اليوم علاش حنا كاين واحد التفاؤل, وكاين لان شفنا اداء جيد, شنا ان بون ريتم, شنا مثلا هاد البريسينغ اللي ولينا كنديروه راه ما كناش كنديروه. ولينا تنلعبوا في 25 30 متر, وكنا كنلعبوا ايتيغي. ولينا كناخذوا الكره في لو كونت ادفيرسير وكنمشيو ديريكت. والدليل مثلا انا دي زاكسيون اللي ماركينا بهم لو دوزيام بوت, كيفاش غادا تلعب في الجن في لاكوش والسونتراج لا غوميز ديال الكعبي بالراس لو تير ديال البرقوق. هادي يعني اكسيون كتبان لك مخدومه مصوبه مقاده زوينه لامبيد, هادشي اللي تنبغيو في الكره. صامومين نقول برافو للكعبي اللي حسن من لو نيفو ديالو. سا سوا لو بليزير اللي كيدو اللي دوى عليه بدر ديما لو بليزير دو جوي. مازال غنرجعوا لايوب الكعبي, ثلاثه الاهداف جوج مباريات بلوس دو باس ديسيزيف. لو بليزير دو جوي ملي لعب تيلقى بحال هكا هاد, حيت شنو هو الكره؟ الكره راه لعب تو برون بليزير تو تيكلات. راه داكشي اللي كيديروا دابا الدراري, شفناهم حتى تنظن حتى لو سيستيم دو جو لو 4-4-2 سهل ليهم الماموريه. الناس اللي كدوز من لي كولوار كدوز اللي كتسنتري اللي كتلعب ولات عندك اون سو ديفيرسيفي في لي زاتاك ديالنا. ماشي كنا واحد الوقيته كنلعبوا غير على لي كوتي, دابا ولينا كنلعبوا على الانترفال. يعني كاين بزاف ديال الحوايج دي سونتراج المسائل. هادشي اللي تنبغيو نشوفوا في ليكيب ناسيونال. ان شاء الله ان احنا هادشي انا كنحسبوا سي دي ماتش اميكو لو فري باراج و الفري لي دو ماتش دو كاليفيكاسيون. هذاك غادي يكون ولكن ما نساوش بان عندنا ماتش غدا خصنا نربحوا حتى هو. لا غادي في لاسيغي ديالنا. الى ما تنظن ما غيكونش مشكل ان شاء الله. ما عرفتش الراي ديال مصطفى بيدودان واش راقوا الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي في الجوله الرابعه من دوري مجموعات المؤهله لكاس العالم؟ شنو بان لك مصطفى والانتصار 3-0 امام غينيا بيساو؟ اكيد الدنيا احنا قلنا بانه هذه مقابله للتاكيد. واللي مهم فيها هو ثلاث نقاط, دونك خدينا ثلاث نقاط, ولكن الطريقه ديال الاهداف هي اللي عجبتني. دونك كاين هناك عمل, لانه كان كلشي كيتسائل كيف ما قال فتح على الاداء. احنا ولينا كنشوفوا دابا النتيجه, ما غاديش نقولوا الاداء رقى لواحد المستوى عالي بحكم الخصم, لان كاين فوارق كبيره بغينا ولا كرهنا دنيا يعني بين اللاعبين ديالنا. ومع احترامي للمنتخب الغيني فوارق كبيره وشاسعه زعما, يعني في التمركز في الانتشار في التكتيك في طريقه يعني تسجيل الاهداف. فالحمد لله رغم انهم مصطفى ربرزطونا شي شويه كمان باش من ربرزطونا في بعض اللحظات. الحمد لله بان لينا بونو بعدا من المقابله الاولى, ما بانش لينا بونو, دابا بان لينا بونو واحد شويه. وسي نورمال الدنيا, راه اي منتخب كيف ما بغى يكون النوع ديالو راه دارو كيدوزو من واحد الفترات. راه شفنا البارح المنتخب يعني الفرنسي مع يعني مع الاسباني, شفنا الاستحواذ ديال الاسبانيا وهادي سميتها والرجوع الكامل, ولكن الفرضيات هي اللي تغلبات فان كون. فتنظن هادو كنهضروا على منتخبات اللي قويه, كتهضري على بطل العالم وبطل يعني بجوجهم ابطال العالم, يعني وشفنا يعني ضروري كيمروا من واحد الفترات, ولكن ما كانش بديك الخطوره وبديك القوه. يعني واحد الفتره ديال 10 دقائق اللي بان فيها المنتخب الغيني, ومن بعد عاوتاني يعني مع التغييرات يعني رجعنا الاداء ديالنا. فتنظن بان الدنيا
مزيان جميل نشوفوا هذا الاداء هذا جميل نشوفوا هذا الانسجام على الاقل طمانه الراي العام والجمهور المغربي بانه كاين بوادر ديال المنتخب قوي ومن شان هذه المباريات مثل هذه المباريات الدوليه اللي كتعطيك الانسجام كتعطيك الثقه الان شفنا انه يعني تدبير ثلاث مقابلات في ظرف اسبوع فهذا راه معطى خصنا ناخذوه بعين الاعتبار راه ماشي ساهل تلعب كل 3 ايام مقابله فواحد المستوى اللي هو عالي راه كنهضروا على منتخبات وطنيه كلشي كيضرب لك الف حساب دونك هنا الثقه كيف ما قلت لك جا دابا كلشي غادي يبدا يضرب لك حساب لانه شفنا اوتوماتيزمات شفنا ميكانيزمات شفنا اسلوب لاعب على الاقل هادشي اللي كنا كنطالبوا به على الاقل شفنا فيه واحد 70 حتى 80% تنظر بانه الان هادو كيف ما قال انا متفق معاه حتى في واحد النقطه ربما هاد المقابله مثل المقابلات الوديه كبريباروا واحد الماتش باراج دونك بغينا فيها الانسجام بغينا فيها التفاعل بغينا نشوفوا قدرات فنيه يعني داخل الملعب بغينا نشوفوا جوما تكتيكيه كدار وهادشي اللي شفناه خلال هاد المقابلتين مع غينيا تنظر بانه المنتخب الوطني قطع شوط طويل في تاول المقابله الفاصله دونك حط رجل الثانيه ان شاء الله غدا للتاكيد كذلك مع منتخب غينيا وتنظر بانه الحمد لله كاين واحد الخافي كيدار خصنا نشيدو به بغينا ولا كرهنا لانه غير في الامس القريب كنا تنقولوا وي كنربحوا ولكن الاداء ما كانش دابا شفنا الاداء شفنا النتيجه فنتمنى المنتخب يبقى غادي في هذه الاستمراريه حقاش للاسف بعض المرات كنا كنربحوا بواحد بجوج امام منتخبات اللي هي ضعيفه كنا كنقولوا لا راه حنا اللي ضعاف ومني ولينا كنربحوا بخمسه بثلاثه ولينا كنقولوا لا راه المنتخبات اللي اون فاس اللي هما اللي ضعاف لا كنشوفوا بان كاين انا مازال نعطي الكلمه للبدر بالنسبه لهذه النقطه هذه ومازال نتكلموا على الخطه اللي بقات هي كنا كنطالبوا باش انه ما يكونوش تغييرات كبيره في المنتخب الوطني المغربي في التشكيله الرسميه نتعرفوا على التشكيله اللي هي رسميه بعد جوج ديال المباريات متتاليه نفس التشكيله كيدخل بها فهيد هاليلوزيت تمشيو غير توقفوا مع فاصل اشاري ونعاودوا نرجعوا لكم Niché au beau milieu de Bouskoura et à 5 minutes du quartier de Sidi Maarouf, le Green Sports Park ouvre enfin ses portes pour le plus grand bonheur des Casablancais. De la location des terrains de football, basketball, paddle, à l'école de foot pour les plus jeunes et une superbe salle de fitness ainsi qu'un spa de luxe et un restaurant surplombant le complexe de ses nombreux terrains de jeu et de ses pelouses verdoyantes. Nous vous invitons à contacter le standard pour toute info et réservation au 06 61 907 277 06 61 907 277 Ça n'avance pas sur la route des vacances. Nouveau record d'embouteillage avec 737 km de bouchons cumulés. La 6 en direction des Alpes est complètement à l'arrêt et on note encore des travaux. Red Bull donne des ailes. رجعنا لكم في برنامجكم المريخ الرياضي ودائما الحديث على اداء المنتخب الوطني المغربي في المقابله ديال غينيا بيساو وهادشي غيجرنا كذلك نتكلموا على الماتش ديال غدا ان شاء الله امام منتخب غينيا الراي ديالك بدر يعني بهذه النقطه هذه ان اول مره كنشوف بان فاهيد هاليلوزيتش كنظن بان اول مره في جوج ديال المباريات متتاليه كيحافظ على نفس النهج يعني ديال 4-4-2 بالاضافه الى نفس التشكيله يعني ما بدلش الاسماء اللي خاضت المقابله الاولى ديما كانوا عندنا تساؤلات الناس كيطرحوا تساؤلات وحنا كذلك كنقولوا علاش المنتخب ما عندناش واحد فريق اللي هو قار علاش ما كنلعبوش بنفس الطريقه ديما علاش حتى المستوى ديال اللاعبين ماشي مستقر كانوا تساؤلات بزاف حنا في المقابله الاولى شفنا فيها بزاف الحوايج ايجابيين كانت مفاجاه ملي شفناهم لعبوا ب 4-4-2 كانت بالنسبه لينا مفاجاه ما كناش كنتسناوها ولكن عطات الثمار ديالها ربحنا سجلنا 5 ديال الاهداف كان واحد ليكيليبغ او نيفو كاع ديال ليلين كان تساؤل قلنا واش غادي يبقى محافظ على التشكيله بهذا لو سيستيم دو جو فواحد حافظ عليها سي نورمال بغى يكونفيرمي هذاك الشيء اللي شاف باسكو كنظن ملي كتخرج من مقابله كتخرج من مقابله كبيره كتبغي تعاود تشوف هذه المقابله من بعد ملي كتلعب المقابله اللي جايه
دونك هذاك الشيء اللي كان. وانا ما كنتش كنتوقع بانه غادي يكونوا تغييرات خصوصا في لو شيما تاكتيك ولا اللعابه اللي يلعبوا. لحقاش توا كنخصو باش يكونفيرمي بين اللعابه. كاينين اربعه اللعابه اللي كيلعبوا بعض يلاه لعبوا اول مره بعضياتهم ولا اول مره كيلعبوا مع المنتخب الوطني. عندك مايي كعبي شاعر ايلوزا كانت خصها تعطاهم فرصه باش يكونفيرميو داك الشيء. دونك كيف قلت لك المقابله الثانيه حتى هي تلعبات نفس الطريقه كيف تلعبات المقابله الاولى. بريسينغ او لي زاتاك فاريي ا غوش ا دروات لي سونتر لي تير دو لوين الكعبي اللي لعب واحد الدور كبير كوم ان نومب دو بوينت اي كيدير لا روميز بزاف. كانوا اوتوماتيزمات اللي شفناها في المقابله الاولى عاود تكونفيرما في المقابله الثانيه. هذا الشيء كيبين بان المنتخب راه كيشتغل. دونك شنو التساؤل اللي بقى عندنا؟ واش غادي نبقى محافظين على نفس الاداء؟ فالايام المقبله في المقابلات المقبله غادي يبان لنا كل شيء. ولكن انا التساؤل اللي عندي خصنا مازال اختبار صحيح باش نشوفوا سورتو نيفو ديفونسيف كيفاش تكون لا رياكسيون ديال المنتخب ديالنا ملي يلعب مع فريق مع منتخب كبير. كيف شفنا في الشوط الثاني كان واحد الحضور اللي كنت متخوف منه. كنت متخوف بان منتخب غينيا بيساو يبداو بهذيك كيف قلت لك لا بريزونس فيزيك في نص التيران ديالنا. فمني حضروا في دوزيام ميتون في نص التيران ديالنا فهم كرياو واحد لو دونجي علينا وكرياو دي سيتوياسيون اللي كانوا شويه. ولكن الحمد لله شفنا بان بونو ولا هذا ما كانوش امتحانات كبار لهم. فكيبقى هذا الشيء كامل ملي كتربح بنتيجه عريضه وكترجع كتربح بالاداء. المقابله الاولى المقابله الثانيه بقات لنا المقابله الثالثه باش نزكيو هذا الشيء كامل اللي شفنا. كيبقى المقابلات اللي جايين تقدر تجيرهم بواحد الاريحيه وتعرف تعرف شنو خصك. باسكو ملي تدخل المنافسات ديال كاس افريقيا ولا لو ماتش باغاج غادي تكون قدامك واحد المحك اللي هو حقيقي. والمقابلات اللي غادي يكونوا ديال لي دات فيفا يكونوا لي ماتش اميكو. فنتمنى نشوف المنتخبات اليوم شويه يديروا لنا واحد يحطونا واحد فواحد في الصعوبات باش نحاولوا نكونوا متيقين كيف حنا دابا ارتاحينا الاداء الهجومي ونرتاحوا تم الاداء الدفاعي اللي كيخص الفرقه كامله. وي واش اللي كنتسناو جميع فتح واش كاين شي لعابه اللي ربحوا نقيطات رفقات المنتخب الوطني المغربي في هذا المباراه؟ اكيد انا بغيت نرجع بعدا ديما تنقولوها تنقولوا راه قالها دابا بدر ملي تلعب مع بنفس التشكيل اليوم وغدا بعد غدا سي لي زوتوماتيزم كيداروا وتعاودوا تاكدوا في الماتش الثاني راه سي با سورسي راه في لي زونترينمون تيقول لك في الكره لا ريبيتيسيون امين لوتوماتيزم. في الكره كدير دي زيكزيرسيس تبقى ديرها اليوم وغدا وبعد غدا هادشي تولي عندك اوتوماتيكيه. مزيان نلعبوا بنفس الفرقه كنا كنقولوا هذه ما مزيان. دابا واش غتكون عندنا الشخصيه كفريق فريق تكون عنده الشخصيه انه يفا امبوزي سون ستيل دو جو كيلكو سوا لادفيرسير. ديك الكات كات دو ديالنا نامبوزيوها ماشي غنبدلو على حساب لادفيرسير واش غتكون عندنا ديك الشخصيه ولا لا. بديتي كتحس بهذه النقطه هذه ولا انا قلت بديتي لا. يعني باش ماشي راه واش صافي حسيتي بها غير واش بديتي كتحس بهذه النقطه؟ غنقول لك ما عرفتش حيت سا ديبون دو بوكو دو فاريابل وراه بدر تطرق ليها. بغيت نشوف لا ديفونس ديالنا سوليسيتي اكثر من بحال هكا. كيفاش كومون يفون سكومبورتي كيفاش ملي ما غتبقاش عندنا الكره كيفاش غنديروا ملي غتشد داك الفريق غيشد الكره نيت وغيدير عندنا داك البريسينغ ولا بريسيون من لا دروات ومن لا غوش كومون فاس كومبورتي كيفاش لي زارير ديالنا غيديروا كيفاش وسط التيران ديالنا غيرجع كيفاش غنبلوكيو لو كولوار كيفاش. هذه مسائل اللي خصها تشاف. انا مع احتراماتي للفريق الغيني ولكن غتشاف مع فرق اخرى اللي عندهم هذا لو بوتونسييل اللي غيقدروا يديروا لك مشاكل وانت كيفاش غادي تخرج من هذوك المشاكل هذه اللي مهمه. تنظن ان وحيد راه عارف هذه المسائل غيكون خدام على هذا الشيء لان ما يمكنش زوين ماركينا سبعه وي با بروبليم غنزيدو اون اتاك مي نو سي بون راه سا مارش ماركينا 8 ماركينا اي 8 بجوج الماتشات راه ذاك الارتياح كاين على مستوى تبارك الله السلام فيك الارتياح كاين على مستوى الهجومي ونا با اون كيس دو بوت سي تخي بيان. هذه مسائل اللي غتخلينا اننا نزيدوا نخدموا في اريحيه ونصوبوا المسائل ديالنا غير باش غنكونوا حنا اوبتيميست. كنا انا كنشوف ان الدراري هادي عندهم لو بوتونسييل كاين وي وي يا دو بوتونسييل وشو. بس عا سولتك واش كاينين شي لعابه اللي ربحوا شي نقيطات؟ الور بيان سور كيف كاع المغاربه
انا الكعبي ما اونشونتي الكعبي سانسيرمون سي دار كلشي لعب دو بوت كي رميزي كي طلب تري جينيرو هو كيجري هنا هو كيجري هنا الى اونتيسيبي في البيت الثاني الثالث ديالنا كيفاش مشى اونتيسيبا ديك لا رميز ديال لاريير عاق به ومشاو دريبلو ماركا شما الى جينيرو الى وراه بهذيك البلاصه كيخصهاش من راه خصك تشم فين غطيح الكره لا في سونتراج ولا في عرف هذاك مارسيلو بسميه مارسيلو جالي عارف غيدير لا رميز الكارديان بوت وغيعطيها قصير كاينين شفنا مثلا ان هذاك الشاعر عنده انتو شيد بال اكستراوردينير زوين عنده دريبه زوينه شنا لوزا با مال تكنيكمون يقدر يدوز يقدر يدير ما غندوش على لي فالور سور هذوك انا ما كندويش عليهم عندنا اكس سنترال كما كان الحال برافو نايف وغانم نايف انا بالنسبه لي نايف اون ايفولوسيون كبيره بزاف ما بين كيفاش كان في الفتح وفين ولا سان اوتر نيفو غير نافوار بيناتنا نايف راه غير في الماتش الاخر ديال غانم مع البي جي شتي على ماتش كيداير شتي على ماتش كيداير كاد كاع داكشي اللي كنتسناو اي طيور تيتولير بارونتيير وكيسجل ليهم بالراس وكلشي كيطفي الماء بالضبط حتى هو لافونتاج ملي كتلعب في بطوله احترافيه كتلعب في اوروبا راه باش رجع غير سمح لي السي لا لا على الكعبي كتحس بلي دابا كيلعب في واحد لو نيفو عالي وتعلم شي حوايج فهمتيني شي حوايج هذوك لي زوتوماتيزم اللي تقدر تعيشو غير ملي كيكونوا عندك كتلعب في بطوله اللي هي احترافيه كبيره مع فريق كبير ضد انديه كبار فكيزيد كتكون هذيك لا بروغريسيون كتكون دونك سي بور سا كنشوف هذاك لو بلوس عندك عبي اه سي فري حيت كل في كل ماتش عندك بحال هكا انت راه في كاع الماتشات غادي نرجع لاكارد قلت تبارك الله السيس حداه دونك يمكن انا سلويك اللي ماشي المودسو يمكن حيت ما تيلعبش بزاف بشويه بشويه ماسينا بلوز او موان مازال ما شفتوش كيف نبغي نشوفه كرواني كيدخل في المكان ديالو كيجاك لا ما نقدرش نحكم عليه في هذاك لو لابس دو طون مي غير مسينا في جوج مقابلات اللي شت مازال ما نقدرش نحكم عليه الاخرين بليز اومون بوكو بوكو ساتيسفاكسيون ويمكن حتى لو بون دو توش فيه لعابه اللي نبغيو نشوفهم من بعد ان شاء الله لان لو بون دو توش راه هو اللي غادي يربح لنا شي ماتشات ملي غادي نديرو شونجمون نقدروا بداك شونجمون نربحو ماتش اش نبان لك جمال شكون هما اللاعبين اللي كيبان لك ربحوا يعني نقاط مهمه في المنتخب الوطني المغربي كاين لاعبين اللي كانوا يعني بحال الشاعر زعما مقابله ثلاث مباريات اكد انه عنده امكانيات كبيره لوزا ايضا كاين يعني تحسن كبير في الاداء ديالو مع المنتخب الوطني ولكن شي غير كافي باش نحكموا على اللاعب في المجموعه مازال خاص مباريات اخرى مازال خاص يعني اختبارات اخرى اقوى بالنسبه للمنتخب الوطني ولكن ايضا في نفس الوقت كاين مسينا كيبان لك وحدين في الشاعر ولوزا هادو ما كنهضروش على هادو لاعبين جداد الكعبي كياكد هذاك الشيء اللي الكعبي انا نتمنى نشوفوا مباريات كبيره باش انا الكعبي نتمنى نشوفوا كيسجل ايضا في مباريات الحاسمه في المباراه الفاصله مثلا ملي غنلعبوها في يعني نتمنى الكعبي يلقاه بنفس الحضور التهديفي بنفس الشخصيه في كاس افريقيا الامم ان شاء الله يعني ان شاء الله في الدور الربع النهائي في الدور نصف النهائي اللي مالا في مباراه نهائيه نتمنى نشوف نفس الكعبي يعني في هذا لان اللاعب انت كتحكم على لاعب يعني في المواعيد الكبرى يعني في المواعيد الكبرى فين كتحكم على الاداء ديال اللاعب الكعبي هداف هذا ما حد ما يحيد لانه هداف يعني فين ما مشى راه هداف حتى الان زعما كيفاش بديتي الجمله كنقول ويلي راه لا وليني راه هذا هو الواقع ولكن السيد راه كياكد راه اكد انا بغيت ناكد في المباريات الكبيره كاملين كنتسناو هذه المباريات واش باغي غينيا بيسا ولا خدينا بهذا المستوى اللي قدموا ولا لعبوا مع اي فريق في الدوري المغربي ما يربحوهمش دابا حنت الكعبي راه نفس العمليه في الوداد يعني في مباراه الحاسمه ما كانش كيكون ولكن كان كيكون في مجموعه من المباريات كيسجل دا هداف ديال البطوله يعني في مجموعه نتمنى ان الكعبي يبقى بنفس الحضور ونفس الشخصيه لانه ملي كتواجه غينيا بيساو ماشي غتواجه نيجيريا ولا تواجه السنغال ولا تواجه مصر انت في الدور الفاصل ممكن تواجه ممكن تكون محظوظ جدا طيح لك تنزانيا ولا البنين وممكن طيح لك مصر وممكن مالي وممكن الكوت ديفوار ولا الكاميرون نيجيريا فاذا انت خاصك باش تتاهل خاصك تكون في كامل الجاهزيه ديالك حنا باش نكونوا عاوتاني موضوعيين حنا وحيد من اوت
من غشت 2019 يعني انتظرنا ما يقارب العامين باش انه يستقر على التشكيله الاساسيه. هو استقر في جوج ماتشات عامين فنينا عامين باش انه اول مره يلعب لنا تشكيله اساسيه. احنا يعني احنا قطعنا واحد المرحله، ولكن يعني لا تواجه المنتخب الوطني خص يكون موجود. واش ما سينا بالحضور ديالو الحالي بالمستوى اللي كيقدموا حاليا واش نقدروا نعولوا عليه؟ ما في ما مثلا عطاء القرعه عطاتنا مصر واش ممكن الماتش براج من هنا الماتش براج كاين بزاف ديال المتغيرات كذلك اللي تقدر تكون في كره القدم. حنا كنقولوا دابا حنا كنقولوا على التشكيله اللي عندنا يقدر يكون بدل الفرقه، يقدر في الفرقه ديالو يتبدل المدرب ويستقبل اللاعب. دابا قلت لك واش بالمستوى الحالي واش بالمستوى الحالي غادي انا تعول عليه في مباراه من هذا الحجم؟ الا لعبتي مع الا طحتي مع تنزانيا ولا البنين راه بهذا المستوى راه تقدر تدير غرض، ولكن منافس من عيار ثقيل. واش ايضا وسط الملعب باش نكونوا عاوتاني واش وسط الملعب بهذاك الشكل اللي كنشوفوه واش مازال واش ما خاصش خدمه كبيره؟ انا كنتسائل قدر انا ما شفتش شي ماتش اخر واش ما خاصش خدمه يعني مازال خاصنا شي عناصر اللي تاخذ القرار، عناصر اللي حاسمه، عناصر اللي تهز وسط الميدان فوق الظهر ديالها. يعني مازال خاص عمل مثل المنتخب الوطني، مازال خاص بعض المراكز اننا نلقاو فيها العنصر المناسب. وكنتكلم على الظهير الايسر وكنتكلم على عنصر الربط داخل المنتخب يعني الوطني. هضرتوا على ادم ماسينا، بالنسبه لكم باقي ما وصلش ذاك المستوى اللي كنا ما كيلعبش فرق. علاش؟ لان ادم ماسينا شنو وقع؟ ادم ماسينا كان المنتخب الوطني بغى يستعين بالخدمات ديالو في الفتره اللي كان كيلعب. وي انا ذاك كان مازال ما خداش القرار ديالو لسوء حظنا انه خد القرار ديالو في وقت ما بقاش كيلعب. يعني يكون جا في الفتره الاولى كان غيكون مفيد، حنا كنا كنتفرجوا فيه وكنا كنقولوا هذاك الدريري الكرواني حقا السول شاف تحت قال لك باقي صعيب ما لعبش بزاف هو لعب مرتاح، ولكن مازال انا خصني نسول بدر قاش داك البوست ديالو نورمالمون بدر هو اللي خصو يقول لنا شنو كاين. ولكن قبل ماشي غنشوف مصطفى بيدودان يعني الراي ديالو واش كاين اللاعبين اللي كيبانوا لك بان خادوا نقاط مهمه باش انهم يبقاو يعني في المنتخب الوطني المغربي ويقدروا يجيبوا الاضافه في المستقبل. وين غادي نتكلموا على هذه المباراتين هذوني؟ لانه انا مع جمال في داكشي اللي قال غادي نتفاعل معاه لانه الا خدينا المستوى ديال المنتخب الغيني لانه حتى الريتم ديال المقابله ما كانش ريتم على هذوني لا في المقابله الاولى ولا في الثانيه باش نكون لانه وفي المقابله الثانيه ما نساوش علاش خلق لنا مشاكل حقاش ثلاثه راه درت بعدا ثلاثه ديال لي شانجمون للمدرب ديال منتخب غينيا بيساو واحد ميليو اوفنسيف بدلو كان حيد كاسا ودخل بيكيتي ودخل فريدريك ميندي اللي هو نورمالمون لا ستار ديال دايوغ كنا تفاجئنا علاش هاد اللعيبه هذا ما كانش دخل تيتولير في الماتش الاولاني غير كتوضيحات فقط. بيكيتي ما دخلش وكان كيلعب تيتولير هاد بيكيتي راه كان كيلعب تيتولير بيكيتي وحتى فريدريك ميندي ودخل داك ماني سوري دونك يدخل ما كان كاسامة في ميليو تيرا اكزاكتومون. ولكن هادونيا الاسلوب باش غادي يلعب راه بادر عارفو لا فتاح هو السيستم ديال 4 3 3 او 4 2 3 1 راه كيبغي واحد اللياقه بدنيه عاليه باش دار داك الضغط العالي. ما يمكنش انت ما عندكش المقومات ديالها، انت يلاه لعبتي مقابله بحي حي في, في, في المقابله الاولى ما كنتيش التمركز ديالك سيء. ما شفنا والو في المنتخب الغيني باش نعرفوا ماشي المنتخب الغيني، المنتخب الغيني غادي نطلقوا مع المنتخب غينيا بيساو ماشي بحال بحال. دونك هذه المقابله نفس الشكل ما شفنا يعني اداء سيء بالنسبه لها. شوف التمركز ديالهم هذو اللاعبين محترفين ولكن شوف هذو اللاعبين على حسب الامكانيات ديالهم دوك سهلوا علينا الماموريه بزاف. دوك المحك الحقيقي اول حاجه هو مدى الاستمرار بعد اول حاجه نرجع للاعبين المنتخب الوطني وين غادي ندوزوا للمقابله الفاصله. ما عندك ثلاث مقابلات خصك ثلاثه النقاط انت دزتي، ولكن هذا المنتخب اللي قلنا غادي لقينا واحد التوليفه وواحد التشكيل واش مضمون الاستمراريه ديالهم من هنا مثلا غير لحظه فيفا مثلا مع الانديه ديالهم واش غادي يلعبوا ولا لا؟ حتى واحد هذا بطبيعه الحال حتى واحد هذه كره القدم راه هذا هو معطى راه ليكيب دو فرانس اللي لعبات البارح الا جيتي تقارنها بليكيب دو فرانس اللي دات لا كوب دو موند راه ماشي نفس التشكيله البارح. ولكن كتلقي اللاعبين كلهم لاعبين في الفرق ديالهم وي ولكن البدائل راه هذوك البدائل راه كيلعبوا في الانديه ديالهم وواحد المستوى اللي هو عالي. اعطيني شي لاعب تما ما كيلعبش في النادي ديالو ما كاينش كلشي تيلعب في الانديه ديالو كيلعب 90 دقيقه هي كنهضروا على الجاهزيه الكامله. دونك هنا هذا معطى، ولكن على الاقل كنشوفوا بعدا المنتخب المغربي شفنا شي حوايج
شفناها ايجابيات، ولكن المحك الحقيقي هو مع المنتخبات اللي اقوى، اللي عندها لياقه بدنيه اللي تقدر تضغط عليك واش تقدر تخرج الكره ولا ما تخرج الكره. عندهم واحد النيفو عالي، عندهم واحد يعني عندهم واحد الفكر عالي، اسلوب عالي. دوك هنا كاين فوارق عديده، لانه انت لاعب مع منتخب بان لي انا بالنسبه لي عادي، فرتي عليه الاسلوب ديالك هذا جميل، لانه خدينا من كتفرض الاسلوب ديالك الا حاجه جميله، ولكن مع منتخب قوي كي غادي دير؟ تنظن بانه انا حتى هذا المنتخب قوي راه حتى هي اونتر بارونتيز راه حقاش اللي متبع الاقصائيات، راه دوك المنتخبات اللي حنا كنعيط عليهم قويين خصك تفرج فيهم، راه دوك المنتخبات اللي كنعتبرهم حنا قويين راهم ناقصين في المستوى، زعما اون ولا دو اكسيبسيون بري، ولكن راه كاع هذوك اللي حنا كنا كنعتبر راه لا كوت ديفوار اليوم راه مني كنهضروا مع الزملاء الصحفيين ديال لا كوت ديفوار كي راه ما راضيينش على المستوى ديال المنتخب ديالهم. انا شفت لقطات ديالهم، عندك الحق. باش كنقول منتخبات قويه، منتخبات قويه وي، ولكن مي عاوتاني خصك تشوف عاوتاني منين كتشوف. لا مش نقول الدنيا، مش نقول المنتخبات قويه، هي قويه على غينيا بيساو. وي فهمتيني، على غينيا بيساو. ما حنا حتى حنا تنعتبروا المنتخبات قويه، راه كلشي مخلوع منا، كلشي خايف منا حتى حنا بالاداء ديالنا. ما شاء الله غنطلعوا ثروازيام يمكن. دوك انا بان ليا نهضر على الكعبي هو الاول. الى جاني بلوزه وشاعر وبرقوق، كومي شفنا واحد التحسن في المستوى. مزيان هضرتي لي على برقوق، حقاش كان عليه انتقادات اللي هي كبيره في الماتشات، حيت الدنيا شوفي غير التمركز ديال لاعب برقوق بس سجل الهدف وراه ما ساهلاش تما، باش تكون تما كذا راه ما ساهلاش. وعلى فين خصو يكون مصطفى؟ لا ولكن ولكن خدم لا بلاتي فين خصو يكون مصطفى؟ ايوا ولكن خدم مفتاح. مفتاح نهضرنا غير على تحسن المستوى ديالو. شي برقوق مصطفى خصو غير الماتشات، لان باين والله الا ما كيلعبش مع الفريق ديالو، شي كون كان يلعب مع الفريق ديالو غيكون الاداء ديالو احسن. شي جمال والله الا سرقتها ليا من فمي، خصو مقابلات فهمتيني، ولكن التمركز ديالو راه ما ساهلش تما كيفاش تكون وتسجل ديك الهدف، لانه علاش؟ لانه شفنا غير لقطه الهدف كيفاش جات، راه خمس تمريرات غير بين لوزه وشاعر. عرفتي كيفاش داروا لهذاك هذاك الفين دو ما بيناتهم حتى خرجوا الكره افيك دي تريانغلي خمسه وفين دو في نص مترو ما بين عمران وزوج ديال شاعر اكزاكتومون. ولكن اللي صعيبه شنو هي؟ هو التمريره ديال شاعر راه تلعب ان دو ديجا انت خديتي قراءه ديالك باش تمرها الكعبي، والكعبي بالتحضير ديالو وطريقة والتمركز ديال برقوق في الوقت المناسب وبتسديده، دونك هذا هدف انا تيبان لي بانه هدف يدرس يعني بالطريقه ديالو، لان 8 ديال التمريرات هدف، والبيت الاول كذلك راه هذاك الشيء في الانطريمون، لانه ضربه خطا في شكون اللي دار هو اكل فوالا، دونك هذيك راه دارت في يعني في لي زونتري على الاقل بدينا كنشوفوا شي حوايج اللي هي ايجابيه. مصطفى هذه ديال لي بورتوغي برومي بوتو في الكورنير وداك الشيء ديفياسيون وي اكزاكتومون قالهم كيسرعوها لي بورتوغي فتاح كومي، كتشوف بعدا ولينا كنسجلوا من الضربات الثابته، ولينا من نجوم الطاقه ولينا كنوعوا انت اللي قالتها بدر في التدخل ديالو وهذا شيء جميل فهمتيني، دونك هذا ولكن كيف ما كان هادشي هذا خص دائما تحافظ على نفس الشكل، هذاك الشيء علاش قلت لك انا هاد اللاعبين راه خصو يثبتوا الرسميه ديالهم في الانديه ديالهم باش يبقى ذاك الانسجام لما تجي في دارت فيفا ما كتلقاش عندك اسلوب وفلسفه ديالك كتلعب بها، دوك هذوك الاوتوماتيزمات اوتوماتيكمون حيت لعبتي بهم ديجا جوج المباريات ما غاديش تلقى المشكل من بعد. تنظر بان الكعبه هادونيا الا شفنا غير اربعه اربعه ديال المحاولات عطى وحده ماركا جوج، بالنسبه معدل هو ايجابي بزاف، الى ايتي ديزيني الهدف الاول عند بزاف كنقولوا في ماتش الهدف الاول بيان سور طبيعه الحال يعني اربعه المحاولات ديال الكعبي غير ديال الكعبي، وحده عطاها جوج ماركاهم وحده بالراس بالدقيقه 69 ضربها بالراس ولكن ضربها شويه ضعيفه، ولكن غادي نرجع للنقطه ديال الجمال مهمه بزاف، هو في المقابلات الحاسمه الكعبي، لان يعني شفنا مع الوداد في الفينال في الدومي فينال براك ما نديروش الضغط على على خدمته يا ولكن غدا كاين ماتش ونتمنى شنو غيلعبوا كي كان نهائي كاس العالم الدنيا ما يدي منين وصلوا للمباريات ديال البراج نهضروا على هذا الموضوع هذا. ايوب الكعبي على ايام في جوج ديال الماتشات، حنا نبقاو غير في الاحصائيات ديال دابا، ايوب الكعبي في جوج ديال الماتشات سجل ثلاثه ديال الاهداف وعطى دو باس ديسيسيف، لا هادشي اللي كنطلبوا من لي زاتاكون دو بوانت نهار كي ماركي وكنبداو نقولوا لهم لا علاش ما كاتماركي حنا كندويو على المباريات الحاسمه كاين الاشكال غنديروا عليه الضغط وهذه راه مباراه حاسمه هذه مباراة حاسمة اللي تأول الماتش دابا دابا قلنا لي ما خصك تماركي في مباراة حاسمة كيديروا عليه الضغط عليه الضغط راه خدمته هي الضغط على اي حنا ما الا ايتي ديزيني اوم دي ماتش في الماتش الاخر ديال غينيا بيساو غادي نمشيو نستمعوا لهذ الورقة اللي موجدة لينا صديقنا عزيز قبلاوي اللي كيتكلم فيها على ايوب الكعبي والعودة ديالو
للتهديف قاش جوستومون قاش كان عليه الضغط العام اللي فات وكانوا عليه بزاف ديال الانتقادات ملي كنشوفوا ايوب الكعبي فاز الفورما شنو جمال كان كيماركي العام اللي فات اكزاكتو راه سالا ميور بوتور ولكن كان عليه ضغط اللي هو كبير يعني سجل 18 هدف غير في البطوله الاحترافيه وكان عليه ضغط كلشي ان شاء الله حنا نمشيو نستمع لهاد الورقه اللي وجدها لينا صديقنا عزيز قبلاوي واللي متعلقه بايوب الكعبي. أيوب الكعبي عاد إليكم من جديد، هداف البطولة في الموسم الماضي ب 18 هدف مع الوداد و 25 هدف في جميع المسابقات مع الفريق الأحمر، وبعد انتقادات الكثيرة اللي تلقاها بسبب تضييع بعض الفرص السانحة أعطى إشارات قوية مع بداية الموسم الجديد في تجربته الاحترافية الأوروبية الأولى رفقة فريق هاتايسبور التركي بعد الأولى اللي كانت مع هيبي فورتشن الصيني. سجل أيوب بعد الأهداف في 6 المباريات وضعته في وصافة هداف الدوري التركي. تألق أيوب الكعبي أكد مع أسود الأطلس في 2 المباريات اللي لعبها رسمي ضد منتخب غينيا بيساو برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بحيث سجل 3 الأهداف جميلة وبطرق متنوعة بالسيزو بالراس وبالرجل اليمنى وصنع 2 الأهداف لإلياس الشاعر وأيمن برقوق. آدم كيحاول يسنتري لا سورفاس دو ريباراسيون عند أيوب الكعبي. أيوب الكعبي كوت سيزو ما خلاش الفرصة لجوناس مينديز. كان بوغوتورني ديال أيوب الكعبي اللي احنا مولفينو عليه كيسجل به الهدف الرابع لأسود الأطلس أمام غينيا بيساو. مستر سيزو هو اللقب الجديد لأيوب الكعبي اللي ولا ضربة مقص ماركة مسجلة باسمه، بحيث بعد ما خانوا الحظ في شان 2018 لما ردات العارضة 2 المحاولات ليه بنفس الطريقة. الموسم الماضي مع الوداد توفق وتمكن من تسجيل 3 ديال المقصيات، 2 في البطولة وواحد في دوري الأبطال في شباك هورويا كوناكري الغيني، وعاود الكرة هاد المرة بقميص المنتخب الأول في شباك غينيا بيساو في انتظار المزيد. هو الحمد لله يعني هذه كرة القدم الحمد لله تأتي نسجل بهذيك الطريقه. كنتمنى ان شاء الله المجموعه ديالنا تبقى غاده عليها نفس هذا المنوال. بثلاثيته الاخيره رفع ايوب الكعبي رصيده من الاهداف الدوليه الى 17 متساويا مع زياش والشماخ والغريسي. 12 من هذه الاهداف سجلها في الشان، 9 في نسخة 2018 بالمغرب و3 بداية هذا السنة بالكاميرون، بينما سجل 5 بقميص المنتخب الأول، 1 في شباك منتخب سلوفاكيا والآخر في مرمى أوزبكستان و3 في مرمى غينيا بيساو. وما زال طموح أيوب تسجيل المزيد من الأهداف. احنا كنطمحوا باش ان ايوب الكعبي يسجل المزيد من الاهداف ان شاء الله ابتداء من الماتش ديال غدا. ويتفضل ما كنتش عارفه راه عاد الاصابات ديال الشماخ ديال بيان سور ديال اللي لعبوا اكثر منه في المنتخب. شيء جميل. انا بغيت نرجع غير واحد الحاجه اللي مهمه. عرفوا ليكيب ناسيونال كنا اتفقنا على ان مازال عندنا مقابلات قويه غريسي والشماخ باش نعطيو غريسي والشماخ 17 هدف دولي في 25 لقاء واش محليه ايضا لا دوليه زعما دوليه بصفه عامه حتى انت ملي كتحمل القميص ديال المحلي راه هي غير ممكن حيت الاول بوحدو والمحلي بوحدو. حنا عطينا الارقام بصفه دوليه دوليه ملي كتحمل القميص ديال المنتخب الرديف كيسميوك وانت في الكلاسمون كتحسب لك لا وكل الاهداف ما كتحسبوش بحال هكا لا يتحسب لا هذه دوليه كتحسب بحال هكا كيسميوك انترناسيونال بحال هكا انترناسيونال ليكيب ارا وليكيب ا وي مي انترناسيونال هادشي اللي كاين ملي كتحمل القميص كيسوا الرديف ولا كتسمى انترناسيونال. هذا هو القانون هادشي اللي كاين في لافيفا. تفضل افتح قبل ما نرجع. انا غير بغيت نقول احنا كنا اتفقنا على ان المغرب غيلعب من بعد مقابلات ليا صعيبه وداك الشيء وخصنا نديروا كاع لي زاتو في جهتنا. كاين حويجات انا ما يفهمونيش الناس غلط. انا ما كنقولش انا لانديسيبلين انا ضد. انا ملي غنقول هذه الكلمه راه ما كنقولش خصي عاود يعيط لزياش ولا زياش الا ماشي اون فورم ما يعيطش ليه. مزراوي حارس ولكن حل الوقت انك راه ما يمكنش تسانكسيوني شي حد مدى الحياه. في كدار اون سانكسيون كيدوز لابس دو طون بنادم ولكن لا كومونيكاسيون خصو يبرك ويهضر ويقنع. وإلا كان انا تنقول مثلا زياش ماشي اون فورم ماشي اون فورم ما غنعيطش ليه ولكن ماشي ما غنعيطش ليه حيت سيت اون سانكسيون. راه السانكسيون ما غاتكونش فيها شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور. باش كنفدي دونك حيت عندنا مثلا انا بالنسبه ليا مزراوي اكشوالمون الى اون سوبر فورم حارث الى اون سوبر فورم. ما كنقولش
الا عندهم بلاصتهم نعيطوا لهم، ما عندهمش بلاصتهم ما نعيطوش لهم. ولكن خاص تكون الهضره، غير تكون الهضره ويتعلموا، لان انا ضد لانديسيبلين، ويتعلموا من ذاك الفتره واللي داير شي حاجه يعتذر. فوالا تو سامبل. تفضل بدر قبل ما نرجع عند مصطفى بيدو. وترجع غير القضيه ديال ايوب الكعبي، احنا ما نساوش بان ايوب الكعبي راه ما بدا كيبان لنا كيلعب كره حتى 24 عام. وي فين كان قبل؟ ما كناش كنعرفوا فين كان في الراك، فين كان قبل لعب موسم واحد في الراك، من بعد مشى للبركان ولا كيماركي. دونك ملي بغينا وفي الراك كان بوتور ديال لا دوزيام ديفيزيون، وكان اريير لاتيرال ولا افون سونتر حتى الاخر. هذا الشيء اللي كيخلينا نرجعوا علاش ايوب ما كناش هذاك الاستمراريه ولا كيماركي بزاف في المقابلات الحاسمه، باسكو السيد راه ما نساوش راه ني تي با فورمي كوم اتاكون دو بوينت. دونك السيد راه حتى 24 عام ولا كيماركي عليك 12 بيت 15 بيت، هادشي باش نقولوا راه السيد هو اللي كيشاهد، راه ما عطيناش لي زاتو باش يولي اتاكون دو بوان. الحاجه الوحيده اللي كنتسناها ونثيق فيه زعما انا بور موا دابا اللي شفت فيها دوج مقابلات ولا في الفريق ديالو، فالسيد اللي كيخدم فهو كيوصل، وكنتسناو كيف قال السي جمال ولا السي مصطفى باش يكونفيرمي لنا هذا. ولكن ما نساوش بان لا ديفيرونس ديال الكعبي هو ملي كيجيو لي زوكازيون بزاف يقدر ماركي غير وحده في ماتش، تجي خمسه يماركي وحده، ولكن دابا في هذه المقابله الاخرى شفنا جاو جوج سيغ دو ولا تخوا ماركا فيها وحده. دونك سي بيان كنا كنعاتبوا مع الوداد في الموسم اللي مضى، كتجي في مقابله حاسمه اون اوكازيون ان اتاكون دو بوا، تجي اوكازيون وحده في ماتش مزير خصو يفكها لك. دونك هادو هما اللي اتاكون خصنا نخدموا عليهم. انا غير باش نرجع لك بان السيتي راه اجتهد، راه تبارك الله راه بدا من والو، حتى 25 عام عا باش تحط في هذاك البوست 24 عام عا باش ولا كيخدمها، فاي حاجه كتحسب له هو يا هو تبارك الله. سي سي كيكان سي ان بوسور اي جو سوي فيغ، اي جو سي كو في الفرقه ديالو فين غادي يمشي تما غادي يخدموا معاه لو ترافاي سبيسيفيك، باسكو باش ماركي كل ماتش راه خصك كل لونطريمون خصك تضرب واحد 20 30 كره. حتى في هاتاي سبور راه ماركه اربعه ديال الاهداف. وي من هنا كتبان هو التحق بالفريق يعني غير مؤخرا. نعم دخل ديريكتومون في الجروب، هذا هو لافونتاج اللي كاين عنده. وهو شخص هو كيف قلت لك فهو محبوب جينيرو، كيعطي داك الشيء كامل جهده كامل في الملعب. نعم نمشيو نشوفوا، نخلي مصطفى بيدودان يكمل الفكره ديالو بالنسبه لايوب الكعبي، من احد اللاعبين اللي تالقوا رفقه المنتخب الوطني المغربي في هاد لي دو ماتش. تفضل مصطفى. لا المقابلة الأولى لا المقابلة الثانية، 90 دقيقة بأداء واحد، لا في التمركز ديالو، لا في التحركات ديالو، لا في التحضير، يعني تقريبا كل هجمة كتلقى أيوب الكعبي وكيعمل لك الفارق. عنده دوك هنا النجاعة الهجومية، كنتكلموا على جوج مقابلات، ثلاث أهداف وتمريرة حاسمة، وعاد خلي التحضير وخلي التحرك بدون كرة، كذلك الهروب من الرقابه. وي. يعني شوف غير البيت الثاني، البيت الثاني راه مهاجم اخر ما غاديش يفطر ليها. وهذاك الشيء كيجي مع الممارسه، باش انه راه شوف عندك التمركز ديالك تما مع المدافع، وانه عندك بانه قدر قراءه مسبق بانه يقدر يرجع الكره وتاخذها وتراوغ وتسجل، ماشي ساهل. البيت الثاني كذلك الديفياسيون ديال الاول ديال الاكراد، باش تكون راه هذاك الشيء تيكون هذاك الاحساس كيجي كدنيا مع المقابلات. انا ما بخصوش الكعبي، راه جميع الفرق اللي مشى ليها دائما كيخرج ميور بيتر، هذا هداف بالفطره كما تنقولوا. دابا في يعني في الدوري التركي راه غادي يتعلم بزاف ديال الحوايج كما قال بادر، لانه دابا شفنا الكعبي يعني 90 عرفتي شنو الدنيا 90 دقيقه ما سالاش يعني في ثلاث ايام تتلعب بجوج مقابلات 180 دقيقه بنفس المستوى وواحد المجهود بدني اللي هو كبير. شفنا التحركات ديالو راه ما يمكنش الدنيا تبارك الله ما شاء الله شفناه بعين الرحمه، راه واحد ليفور اللي كيدير كيعطيك حلول، راه حتى في التحركات ديالو راه تيعطيك واحد الحلول اللي هي كثيره، لا بالنسبه للقادمين من الخلف لا بالنسبه للمايي، يعني كيسهل عليك بزاف ديال الخدمه. تنظر بانه الكعبي الان مهاجم اكد المكانه ديالو، دونك الرجوع ما نساوش النصيري، وكنعرفوا نصيره في اشبيليا اللاعب كيسجل لك 14 15 الهدف في الدوري الاسباني ما ساهلش، دونك كيفاش غادي تتعامل مع هذا المعطى؟ دونك الاختيارات ديالك واش بين مايي ونصيري ولا نصيري والكعبي، تنظر بانه الكعبي الان بالعلامه الكامله، نتمنى انه يبقى استمر حتى في الفريق ديالو انه يسجل، لانه صراحه غادي يعطي اضافه بالنسبه خط الهجوم للمنتخب الوطني. مصطفى قلت واحد النقطه مهمه، قلت مع الرجوع ديال يوسف النصيري غادي نشوفوا واش غادي نلعبوا بالكعبي النصيري ولا بالنصيري ماي ولا بالكعبي ماي، يعني كتشوف ان غادي نبقاو نلعبوا بهاد 4 4 2 يعني دو زاتاكو. لا عندنا ماتش غدا، دونك غادي نسولكم على المقابله ديال اليوم غدا، غنمشيو غير نتوقفوا مع فاصل اشاري بسرعه ونعاودوا نرجعوا لكم. كاين تران وكاين البراق،
كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس، كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مده وانتم كتشوفوا الفعاليه ديالو. وكما العاده وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات، لان عند وينكسو كل مغربيه ومغربي عندهم الحق في الجوده العاليه وبالرخاء. وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حمايه شامله وكيعطي فعاليه فائقه لا مقارنه مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا والتوب تكنولوجيا ودكشي. بلا ما نزيدو في الكلام، مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول. ملي وينكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر. Wixo, chérique maghribia, beljouda warcha, t'allah fiko fia. Choisir l'université privée de Fès, c'est opter pour la voie d'excellence. Choisir l'UPF, c'est réussir dans des filières reconnues par l'État de la Faculté des sciences de l'ingénieur, de l'École supérieure des métiers de l'architecture et du bâtiment et de la Fès Business School. Choisir l'UPF, c'est bénéficier de plusieurs parcours d'échange en Europe, en Asie et en Amérique latine. Connectez-vous vite sur www.upf.ac.ma ou appelez-nous sur 05 35 610 320. Votre avenir commence avec l'UPF. رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على امواج راديو مارس، ودائما الحديث على المنتخب الوطني المغربي. غدا عندنا مواجهه، هذه المره ديال غينيا. المهم المواجهه ديال الجوله الثالثه والرابعه، كنا تعرفنا على نفس الخصم، لعبنا معاه جوج ماتشات، دابا عندنا خصم اللي هو مغاير، منتخب غينيا. كنتكلموا على ماتش اللي مأجل. فبدر، يعني واش كتوقع انه يكونوا تغييرات في هذه المقابله هذه بالنسبه للتشكيله، وكذلك يعني الخطه اللي يقدر يدخل بها فايدالي لوزيتش؟ التشكيله ما كنظنش غادي يكون هناك واحد اختلاف في التشكيله. دابا كيف قلنا كنتسناو الاستقرار، واش غادي يكون عندنا منتخب اللي حنا نامبوزيو لو ستيل دو جو ديالنا ولا لو سيستيم جو، ولا منتخب اللي كيتادابط مع لادفيرسير. منتخب غيني تفرج فيه البارح فما كيلعبوا ب 4 4 2 اللي كتحول كتولي 4 2 4، دونك كاينين بزاف ديال كاينين مساحات كبار سيغتو في لي كوتي. دونك واش حنا ملي غادي نقراو المقابله ديال غينيا غادي نتادابطاو معاها ونحاولوا نمروا من الجناب نديروا دي 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 زيليي، ولا غادي نقابلو لو ميم سي لو ميم ستيل جو؟ دونك كنظن غادي يكونوا واحد يكونوا واحد التغيير ولا جوج في المنتخب، باش نعطيو شي بعض اللاعبين يرتاحوا، وباش لحقاش ملي كتكون كتبني منتخب راه ما تقدرش تبني منتخب غير ب 11 لاعب، باسكو واحد خص يكون عندك لي جوغ اللي غادي يكونوا، ما كنقولوش لهم انا دي رومبلاسون لي دوبلور، فخص يكون في لو ميم نيفو اي لو ميم بروفيل. لحقاش دابا انت لعبنا دو ماتش ب 4 4 2، دونك خص يبقى عندنا اللعابه اللي كيلعبوا بهذا البروفيل 4 4 2، دونك ما يمكنش كل مباراه باش نبدل هذاك ديال الكرواني حقاش هذاك البوست ديالك اغيير كوش. صراحه باقي خصنا نتسناو ونشوفوا. دخل كان مرتاح، الفرقه رابحه، كان المساحات، دونك ما كانش واحد الضغط عليه. النقطه اللي كانوا شاروا لها الاصدقاء بان سميتو ادم ما كنتسناو منه، ما سي نورمال سي لو مانك دو ريتم، ممكن تكون ما كتلعبش ف كتكونش واجد، والمنتخب خص الواحد اللي يكون واجد باش تلعب في المنتخب، خص تكون ديجا بعدا اول حاجه اللي كنقولوا باش تكون كتلعب في المنتخب ودين باش تحب باش تحمل القميص الوطني خص تكون كتلعب في فرقتك. دونك هذا الشيء ما فيها لا عاطفه لا والو. دونك كيف قلت لك مازال كنتسناو ونشوفوا، كنتمنى نشوفوا، باسكو انا كيف فاش دخل هذيك الدخله قلت واقيلا كيوجدوا لا باش يدخل المقابله ديال غينيا. ومقابله ديال غينيا مش مغينيا ماشي منتخب اللي كيخوف، راه تفرجنا فيه البارح، تفرجنا فيه كاملين ضد منتخب السودان اللي كان ضعيف، فكان هناك اختلالات كثار. دابا خصنا نشوف القراءه كي غادي يقراها الناخب الوطني، واش غادي يدخل باش يستغل هذوك المساحات اللي كاينين خصوصا على الاطراف، ندير اللاعبين اللي كيمروا على الاطراف. كيف قلت غادي يقدر يكون واحد التغيير، كنظن غادي يكون غادي يخلي الكعبي يقدر يدير مع شي ان دوزيام اتاكون. كيف قلت لك خص شي لعابه اللي ما دخلوش خصهم يكونفيرمو، خص يجربهم حتى هما يشوفهم. لحقاش حنا ما يكونش هذاك اللي جالس في بونتوش اقل اهميه من هذاك اللي داخل، باسكو لا توعت لي هذا ولا هذا ما كان جاهز، فالاخر اللي كاين لو دوبليور ديالو خصو يكون جاهز. دونك ملي كيكون عندك منتخب خص يكون عندك هذوك 24 لاعب ولا 25 لاعب خصك تكون تايق فيهم 100%. دونك اللاعب اللي غادي يدخل فهو خصو يقدم نفس الاداء باش نحافظوا عليك الاستمراريه. نعم جمال، كتوقع انه غدا فايدالي لوزيتش يدخل بنفس التشكيله ولا يكونوا تغييرات؟
كنظنش كان شي ما تقول لك كان شي تغيير او هذا ما كنظنش غيكون يعني تغييرات بالنسبه للوحيد. وحيد يعني استقر يعني اخيرا على تشكيله اساسيه مباراته ديال غينيا بيساو وهذه مباراه ديال التاهل يعني لان خصك تلعب بافضل الامكانيات ديالك مباراه ديال التاهل ما كنشوفش انه امكانيه ديال انه يدير يعني تغييرات لا على التشكيله ولا على الشكيله اللي غادي يلعب بها يعني لانه مباراه ديال التاهل ماشي مباراه ايضا ديال التجريب. هاد التراكم ديال المباراتين ديال غينيا بيساو خصو يتاكد ايضا في مباراه غينيا خصم اللي هو يعني مختلف يعني على غينيا بيساو افضل يعني من منتخب غينيا بيساو. وبالتالي ما كنشوفش انه ممكن تكون تغييرات يعني على التشكيله ديال المنتخب الوطني الا كان في مركز يعني واحد او لا. ما عرفتش الراي ديال فتاح. لا انا يمكن انا مع الاخوان يمكن غتكون على حساب فيزيكمون كيفاش دايرين الدراري اللي ما كيلعبوش بدل النهج بالنسبه لك غيكون 4-4-2 النهج صافي واكلين فيه الخبز صافي علاش نبدلوه علاش نبدلوه غيبقاو يمكن جوج اللعابه اللي كيمونك دو كومبيتيسيون واش غيقدروا اونشينيو في هذا لابس دو طون الماتش الثالث ولا لا اللي هما برقوق ومسينا. الى فيزيكمون تقاسوا بزاف يمكن يغيرهم سينو راه غيلعبوا لانه هما اللي ماشي اون كومبيتيسيون اللي ما تيلعبوش وثلاثه د الماتشات في هذا لو لابس دو طون صغير يقدر فيزيكمون يتهلكوا. دونك الا كانوا فيزيكمون مزيانين مع لي سوا ومع لي ميثود دو ريكوبيراسيون اللي كاينين دابا وداك الشيء راه نقدروا نشوفوهم. سينو الا ما كانوش راه غيقدر يبدلوا. انا كنظن الا كان ما باكين الا غيكون شي تبديل غيكون في هاد لي دو بوست علاش غير حيت فيزيكمون يمكن اللعبه بجوج غيكونوا فيزيكمون ماشي هما دونك ريان افوار افيك لادفيرسير كون اون فاس. لا 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 حنا ستيل دو جو ديالنا اللي عطانا عطانا تفوق كنا فيه مزيانين الدراري مزيانين علاش غادي نبدل؟ وي وي ما عرفتش الراي ديالك مصطفى بيدودان شنو كتوقع في الماتش ديال غدا ان شاء الله؟ فهادوني غيبقى نفس التشكيل تنظن. علاش؟ لانه الا جيتي تشوف المقابله خرج لوزا في الدقيقه 75 وخرج الشاعر في الدقيقه 60 هو ومايي. دونك هنا باش الاراحه ديالهم على المقابله لانه كتعلق بالتاهل وباش تاهل وانت مرتاح. دونك هنا تيبين لك بانه الثلاث تغييرات وهما اللي وكانوا مزيانين لا لوزا لا شاعر لا مايي. دونك هنا الاراحه ديالهم لانه شاف لانه شوف انت كمدرب كتشوف انك حاسم الامور حتى التغييرات اللي غادي دير تقريبا اللاعبين غادي يديو نفس الدور يعني ما غاديش المنتخب الغيني بيسا وما غاديش يشكل لك واحد الخطوره. دونك نقدر ندير واحد التغييرات اللي هي مبكره وما غاديش تبعثر الاوراق ديالي على حساب الاسلوب والنهج التكتيكي اللي كنلعب به. الا كان تنقول انا دائما الا كان تغيير واحد اللي غادي يكون هو برقوق لانه لعب تقريبا 82 دقيقه ويقدر يدخل في بلاصه املاح. دونك الا عندك غير تغيير واحد ما عندكش المشكل. دونك ما تنظنش هادوني انا تنقول نفس التشكيل غادي يلعب الا كان تغيير غادي يكون برقوق على حسب المعطيات اللي شفنا وحتى التغييرات المبكره اللي دار. شفنا حتى ماسينا ودخول الكرواني هضرت عليها دنيا شفنا الوليد دخل مرتاح كما قال بدر وشفنا عنده واحد النزاعه هجوميه اكثر من هي دفاعيه. راه شفنا كي وحده جوج كيبغي يمشي للهجوم ولكن ما يمكنش نعطي واحد حكم مسبق لهذا اللاعب لانه ما شفناش مقابله كامله. تنظن بانه مقابله متعلقه بالتاهيل ما يمكنش تبدل لانه انت اللاعبين بقاو كيلقاو راسهم في الانسجام من ناحيه التمركز من ناحيه الانتشار ديالهم فما تنظرش بان غادي يكون هناك تغييرات. غادي يلعب بنفس النهج بنفس الفلسفه كل مقابله عندها الظروف ديالها قراءه اللي غادي تكون هي قراءه الخصم نقاط الضعف نقاط القوه مي تشكي تنظر بانه غادي يبقى هو هو. نعم شحال سجل ماي في الماتش؟ معايش مع المنتخب ولا مع الفرقه ديالك؟ مع المنتخب هاد الماتشات بجوج انا ما تنظن جوج ماي لا ما سجل والو ما سجلش قبل لا ما سجلش قبل لا كتسولوا على بصيري ملي غيرجع وداك الشيء داك الشيء قلت لكم انا شحال سجل. احنا مازال رجعوا لهذ النقطه هذه فتح مازال غنتكلموا عليها ولكن قبل من ذلك معنا سي محمد اكوزو حقاش عندنا مارس اكسبريس مازال غنمشيو عند عبد اللطيف بجاو باش يعطينا اخر اخبار المنتخب الوطني المغربي. معنا سي محمد اكوزو بوغ مارس اكسبريس متعلق بفريق اتحاد طنجه. مارس اكسبريس مرحبا بك اكوزو. مرحبا دنيا وكذلك المستمعين ديالنا الكرام. كما كتعرف امام الضغط اللي هو ممارس على المكتب المسير سواء من الجماهير وكذلك حتى الخرجات الاعلاميه ديال بعض الراغبين
كذلك في تحمل المسؤولية. كان حديث هذا الصباح عن تقديم استقالة ديال عبد الحميد أبرشان. هذا الاستقالة اللي قدمها الأعضاء ديال المكتب المسير دياله جاء فيها إلى السادة أعضاء المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة الموضوع استقالة من مهام الرئاسة. حضرة السادة المحترمين يؤسفني إبلاغ سيادتكم بأنني أتقدم باستقالتي من مهام رئاسة اتحاد طنجة مع تقديم فائق الشكر والاحترام لسيادتكم على الدعم المقدم لي طوال فترة عملي معكم، وأتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير. بخصوص هذه الاستقالة الدنيا فهي موجهة الآن للمكتب المسير. هناك حديث عن لقاء سيكون مع السلطات الولائية اليوم، ليس هناك أي تأكيد لهذا اللقاء. الأهم هو أن هناك الاستقالة قدمت للمكتب المسير نظرا كما قلت للضغط الجماهيري، وكذلك المطالبة بوقف احتجاجية يوم الأربعاء 6/6 من طرف الفاصل مطالبة الرئيس والمكتب المسير باستقالته. كذلك هناك خروج كما قلت الإعلامي لبعض الأشخاص الراغبين في تحمل المسؤولية ديال فريق اتحاد طنجة. كل هذا الضغط وكذلك المشاكل المالية اللي كيعانيها من الفريق خاصة المستحقات المالية للاعبين، هذا كذلك إشكال آخر لإنضاف هذه الوضعية اللي كيعيشها فريق اتحاد طنجة. مثل كتعرفي دابا الآن 4 أشهر كمستحقات معلقة، هو عمل معهم اليوم كعشرة في الشهر، وكذلك بديت من هذا الأسبوع أنه باش يسول الوضعية المالية بالنسبة لهاد اللاعبين، ولكن هو عاود خصو ضمانات من جهات أخرى. ولكن الضغط الممارس حاليا فهو فضل الاستقالة للمكتب المسير. سنرى المكتب المسير هل سيقدم استقالته للجمعية، علما بأنه كان قرر يوم 22 من هذا الشهر كموعد للجمع العادي السنوي بالنسبة للفريق. إذا انتظروا هذه المرحلة، واش غتكون مرحلة فراغ، واش غتكون لجنة ديمقراطية، هادشي اللي غادي نترقبوه في ظل هذا الاستقالة. هل قبلت من أعضاء المكتب المسير؟ هل قدمت كذلك للسلطات المحلية؟ هذا هو السؤال اللي خصك تجاوب عليه الأيام القليلة القادمة ديالها. نعم، شكرا لك سي محمد أجوزول. إذن الخبر العاجل هو الاستقالة ديال حميد أبرشان من رئاسة فريق اتحاد طنجة. وحنا عارفين المشاكل المادية اللي كعرفها الفريق، اللعابة 4 شهور ما مخلصينش. دونك هذه استقالة وقيلة ماشي ما فيهاش ديك وعافك عافقة وداك الشيء. حنا قديم الايام هو اللي غادي ياكد لنا هذه النقطه هذه فتح باش نكون قالوا دابا شي دابا ما عرفتش اخويا. حنا غادي نتبعوا هذا الفيلم هذا، غنتبعوا هذا المسلسل هذا، على اي حنا عارفين بان فريق اتحاد طنجة عارفين بان اللعابه كانوا في بدايه الموسم كانوا داروا اضراب، وضعيه ماليه اللي هي صعيبه كتاكد اليوم لاربع شهور الوقفه الاحتجاجيه ديال النهار الاربعاء شي شويه. نعم جمال، الراي ديالك حول الوضعيه اللي كيعرفها فريق اتحاد طنجة وهذه الاستقالة اللي كتجي قبل ما نرجعوا بسرعة المنتخب الوطني المغربي. بالنسبة للاستقالة ديال رئيس اتحاد طنجة، هو كان واضح أنه كان مشاكل في اتحاد طنجة. شفنا إضراب مبكر ديال اللاعبين، يعني إجراء ديال التدريب يعني مع انطلاق ديال الموسم. كاين مشاكل كبيرة في فريق اتحاد طنجة اللي كنتمنى أنه المرحلة المقبلة تكون أفضل، يكون بديل يعني بكين برنامج عمل واضح مش انه في اتحاد طنجة يكون دائما يعني في افضل الظروف، لان كل موسم اتحاد طنجة يعيش نفس المشاكل، اضرابات ديال اللاعبين، الاجور، يعني تعودنا على هذه المشاكل يعني كل موسم في فريق اتحاد طنجة. اذا كانت الاستقاله ديال ابرشان فيها الحل يعني المشاكل ديال اتحاد طنجة لمالا، ولكن هذه المرحله راه دقيقه جدا يعني خاص يعبرها الفريق يعني بامان. هذه الاستقاله تقدمت للمكتب المسير، وفي العادة استقالة خص تعلن على موعد الجمع العام يعني استثنائي بالانتخاب يعني مكتب ورئيس جديد. ما عرفش واش غتعرض على المكتب المسير وعاد المكتب المسير واش يوافق عليها ولا ما يوافقش عليها، الله أعلم. ولكن اللي خاص هو خاص حل جذري بالنسبة لاتحاد طنجة. إذا كان تغيير ممكن يأتي بحلول مالية فلما لا بالنسبة لفريق ديال اتحاد طنجة، لأن المسلسل طوال ديال المشاكل. وكان يعني أمر غريب أن الموسم يبدأ كما قلنا بإضرابات ديال اللاعبين عن التدريب، لما لا أيضا وجوه جديدة تجي لفريق اتحاد طنجة وتعطي الإضافة، لأن هذه فترة يعني تقريبا نفس الوجوه داخل فريق اتحاد طنجة، لما لا يكون تغيير إيجابي يليق بفريق اتحاد طنجة ومدينة طنجة وجمهور ديال اتحاد طنجة.
هذه النقطه هذه مازال غادي نرجعوا لها من بعد ان شاء الله. نرجعوا حنايا الاخبار كذلك اللي كتمنى المنتخب الوطني المغربي عنده مواجهه غدا ان شاء الله جد مهمه امام منتخب غينيا, واللي غادي نطمحوا فيها على ثلاثه ديال النقاط باش نضمنوا رسميا المكانه ديالنا في الماتش براج. نمشيو عند صديقنا عبد اللطيف ابجاو باش يعطي لنا اخر اخبار المنتخب الوطني الاول. مرحبا بك عبد اللطيف. شكرا دنيا وشكرا المستمعين الكرام. بالفعل كما ذكرتي فهذا هو الشعار ديال المنتخب الوطني المغربي وديال اللاعبين الطاقم التقني, ان لي طرو بوين وما يدعوش في هذه المباراه هذه باش كما قلتي نضمنوا يعني التاهل ديال المنتخب الوطني المغربي قبل جولتين اللي غتكون طبعا مع غينيا ومع السودان. المنتخب الوطني المغربي عرفوا بانه كان سافر نهار الجمعه الصباح للدار البيضاء وكان جا هناك حصه تدريبيه وكانت يعني في الصباح ديال يوم المباراه فشفنا واحد الجوله داروها اللاعبين في شاطئ عين دياب يعني قبل المباراه كما كانت المواجهه ويعني مور يعني الماتش. فالمنتخب الوطني فهو رجع يعني المركز محمد السادس, والبارح في الصباح كانت دار يعني خليجيش اول حصه تدريبيه خفيفه يعني كانت هناك ايضا يعني لي سوان لي ماساج. والحمد لله يعني الاخبار اللي عندنا هو ان الحاله الصحيه ديال جميع اللاعبين فهما يعني جيده, وبالتالي غيكون اختيارات كبيره يعني من 26 لاعب اللي في اللائحه ديال خليج انه باش يختار التشكيله الرسميه. هذا المهم بان يكون جميع اللاعبين فهما يكونوا في حاله صحيه جيده. اليوم غتكون اخر حصه تدريبيه يعني تدريبية كنعرفوا دائما كتكون في لافي ديال الماتش كتكون حصه تقنيه وتكتيكيه مجموعه من الامور اللي كيشتغل عليها وحيد. فالغما ان غتكون هذه الحصه اللي قبل يعني في لافي ديال الماتش, ولكن ما تجراش في ملعب عبد الله بالرباط. غادي يفضل ان يغير يعني المكان ديالها يعني كانت مقرره انها تجرى في الرباط, ولكن وحيد فهو فضل يعني ان كان اللاعبين فهما تيعرفوا القضيه ديال الملعب ديجا داروا فيها حصة تدريبية قبل الماتش ديال غينيا بيساو, داروا أيضا فيها ماتش بالتالي فهو قال ما كاينلاش أنه يتنقل تمايا, وبالتالي فضل أن الحصة التدريبية غتكون مركز محمد الثالث على الساعة 5:30, غير حصة اللي غتكون أيضا مفتوحة للوسائل الإعلام المعتمدة واللاعبين اللي غيعطيو عليهم ديكلاراسيون هما كل من ياسين بونو وكذلك آدم ماسيرين الثنائي هو اللي غيدلي عليه الاقتراحات للتجارب يعني وحيد اللي غيتحدث طبعا على هذه المباراه اللي غتكون كما ذكرتي غتكون مختلفه يعني من حيث الخصم. وغنتناو عليه ايضا واش غيكون هناك تغيير في التشكيل ولا في ايضا حتى في اسلوب التقرير او التكتيكي اللي غادي يلعب به خليل الجيش. ولكن اللي كاين هو ان غيكون الشعار ديال المنتخب المغربي هو الانتصار يعني باي تم باش اننا يعني نضمنوا يعني التاهل ديالنا للمباراه ديال السديد. اهم الاخبار دنيا بالنسبه لاخر مباراه يعني غدا ان شاء الله فهو غادي ينتهي هذا المعسكر اللي غيدوم بتسعيات تمام كما بالتالفة كتمنى واحد التعيد المنتخب الوطني المغربي عاود عليك. نعم وتسعيام نتمنى وانا يكون فيها تسعود ديال النقاط هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله. شكرا لك عبد اللطيف ابجا ومقابله اللي غادي تتبعها بطبيعه الحال على امواج راديو مارس غدا. غادي نبقاو في المنتخبات الوطنيه الا سمحتوا, هذه المره غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الرديف باش كان عنده ثاني مباريات الاعداديه وقدر انه ينتصر على جنوب السودان. غنتكلموا على هذه المقابله هذه. المنتخب الوطني المغربي كأكد الانتصار ديالو الاول اللي كان في المقابله الاولى وهذه المره امام منتخب جنوب السودان. بدر كيفاش شفتي هذه المقابله هذه وكيفاش شفتي الانتصار واخا كانوا تغييرات عديده في التشكيله ديال الحسين عموته في هذا الماتش؟ فلا سيتياسيون ديال حسين عموته مع المنتخب الرديف ماشي بحال لا سيتياسيون ديال واحد دونك المنتخب الاول. انا دابا كتقلب كتشوف اللاعبين اللي جاهزين اللي تقدر تعول عليهم في الكاس العربي اللي تكون مستقبلا ان شاء الله في قطر, فهي مقابله كتبقى عاديه ولكن كتوقف على الجاهزيه ديال اللاعبين اللي كتلقى اللي يقدروا يكونوا معاه في لو جروب. مقابله بارابور المقابله الاولى, فالمقابله الاولى كانوا فيها اهداف كثيره شفناهم, واخا كان عندي واحد التحفظ دفاعيا ما كناش مزيان باسكو شفنا المنتخب ديال غامبيا بزاف المرات مسحتو من بعد الهدف الثاني فكانوا كيوصلوا للبوطو ديالنا بساهل وكيدخلوا بالكره حتى الوسط كاري 18 ديالنا اللي هذه القضيه اللي ما تقدرش كمدرب ما يقدرش سي عموت غادي يسمح لهم في هذه القضيه باسكو واخا رابح ولكن خص يكون التنظيم الدفاعي ما خصش وتقدر تطيح في شي فرقه اللي هي قويه
فاي تجي اوكازيون وحده من هذوك اللي جات المنتخب غامبيان يقدر يديروا فيها لا ديفيرونس. دونك التحفظ الوحيد اللي كان عندي هو على التنظيم، مشي على التنظيم الدفاعي في دي سيتوياسيون اللي وصلوا بزاف مرات منتخب غامبيا للمرمى ديالنا. المقابله الثانيه كانوا فيها جوج اهداف. حنا دابا المشكل اللي ولا عندنا دابا هاد لي تخوا ماتش اللي شفناهم ولفنا نشوفوا البيوت بزاف. دونك كنعرفوا لا كاليتي ديال لي جوغ اللي عندنا ملي كنشوفوا اللاعبين اللي كيمثلوا المنتخب الرديف، فهما كلهم لاعبين تبارك الله من احسن اللاعبين في القاره الافريقيه اللي كيلعبوا في القاره الافريقيه، وكلهم اغلبيه ديالهم بداو اللي احترفوا في بلدان الخليج ولا في البلدان العربيه، فهما بداو في المغرب. دونك ماشي جات من الصدفه باش احترفوا. دونك هاد اللاعبين كلهم اكدوا المكانه ديالهم، اكدوا البلاصه ديالهم بانهم يستحقوا يحملوا القميص الوطني، ماشي غير الرديف كاين منهم يقدر يحمل القميص المنتخب الوطني الاول. كيف قلت لك الاشياء الايجابيه هو كنشوفوا مازال بعض اللاعبين اللي كتعطاهم فرصه كيجيو المنتخب اللي نقدروا نعولوا عليهم حتى في المنتخب الاول، لما لا؟ وهاد المقابلات اللي بحال هادو هاد اللاعبين خصهم يبينوا بانهم حتى هما يستحقوا يكونوا من المنتخب الاول. كيف قلنا المقابله الثانيه كانوا فيها تغييرات بزاف، من حق عموته يجرب اللاعبين باش يعرف، ولكن دابا كنظن بان عموته عرف واحد 70% حتى 80% ديال اللاعبين اللي قدر يعول عليهم ان شاء الله في 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 في, في الكاس العربيه. نعم فتح اش بان لك يعني في المقابله والانتصار وكذلك التغييرات اللي قام بهم حسين؟ وي وحنا في الحقيقه شفنا هذه الفرقه حتى هي افيك بليزير. وي تنظن كان اجماع ان يمكننا ان دو جوغ بري اللي كان خصو يتعيط عليه تعيط عليه، يمكن غيبقى نقاش في العاب جوج با بلوس. كانوا تغييرات كبيره، الا خدنا جلوبالمون المسائل مزيانه، ولكن غير انا مع بدر وحنا تنعرفوا عموته كيفاش كيلعب، هو ملي ما كتبقاش عندك الكره فين كتوقف البوزيسيونمون ديالك كانوا دي لاكون، يمكن مع الوقت غادي يصلحهم، لان تنعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديال حسين، وين تري تري اشفال في هذه المسائل هذه. ملي كتمشي لك الكره اش خصك دير؟ تو المون دو ديفوندر، كتبدا من لاطاك وانت غادي. فبالتالي كاين حويجات اللي خصها تصلح، ولكن كاين ان بوتونسيال شفنا بدر، كاين لعابه اللي يستاهلوا اكثر، لما لا بالخدمه وبالمزيد من الخدمه يمكن يوصلوا ليكيب الأ. عندهم مقبلين على تورنوا صحيح، يمكن مازال غيضافوا لهم لعابه اخرين، لان غيقدر يضافوا عليهم اللعابه اللي دابا مع ليكيب ا، واللي في هذيك لا بيريود غادي يكونوا مرتاحين، وبالتالي يقدروا حتى هما يكونوا سافا ايتر اون فالور اجوتيز جديده واحده اخرى. راه يمكن كاين واحد 4 ولا 5 دراري اللي يقدروا يتزادوا تما، فبالتالي ما ساهلاش. زيد على هذا راه ذاك النهار سمعت تيقولوا وهاد لا ليست منحصره غير على اللعابه اللي كيلعبوا في الخليج وفي الدول العربيه، الاخرين ما عندهمش الحق. لا سني با اون دات فيفا، دونك ما يمكنش هذا على اللاعبين اللي في الدوريات الاوروبيه. اللي في الدوريات الاوروبيه ما يقدرش، ولكن الا بغينا شي لاعب البطوله العربيه ماشي دات فيفا، واللي الا وحيت البطولات العربيه غادا تحبس، لان كلهم غادي يلعبوا هاد لو تورنوا هذا. ففي المقابل الا كان شي فرقه اون اوروب بغينا اللعاب ديالها وقبلت انها تعطي، هي اللي قبلت لما لا، ولكن ما انا استبعد هذا. غير اللي كاينين اللعابه اللي كاينين دابا مع ليكيب ا اللي يمكن نشوفوهم في المستقبل مع الرديف او مومون دو تورنوا الا كانوا مسالين. فبالتالي عندنا فريق اللي عنده لي شونس ديالو باش يمشي بعيد، عنده المده ديال لا بريباراسيون راها كاينه تبارك الله. دونك نورمالمون ممكن نكونوا متفائلين، خصنا غير نخدموا على ملي كتمشي لينا الكره. حنا كنعرفوا ان المشكل ديال الكره المغربيه كاين من المشاكل الكبيره هو ملي كتمشي لينا الكره اش خصنا نديروا. وي اكزاكت. وملي كنقربوا ديك 20 متر للخرا اش خصنا نديروا؟ ملي كنقربوا للشبكه حتى هي. قدرنا نسجلوا جوج ديال الاهداف في هذا الماتش، هذا الماتش الاولاني ربحنا 7-2. وي سي اوسي دي بالزا. خص دي فوا ملي كتكون كتلعب في مقابلات بحال هكا راه خص يكونوا الحلول، ما كيكونوش الحلول بحال هكا وسط في اللعب هذا، فاحسن سلاح ما الضربه الثابته
دونك شفنا بزاف الاهداف سجلنا من الضربات الثابته وخصنا نزيدو نخدموا عليها باش تبقى ديما عندنا هذا لو بوين فور بان ترى الضربات الثابته نقدروا نسجلوا منها. نعم مشيو نسمعوا الحسين عموته قبل ما نعطيك يعني جمال سطيفي وكذلك مصطفى بيدودان. الحسين عموته اللي كيرجع بينا على هذا الانتصار هذا اللي كان امام جنوب السودان 2-0. كانت تنظر في اتجاه واحد لانه اللاعبين ديالنا سيطروا بشكل يعني شبه تام على المقابله. صحيح انه ما سجلناش اهداف ولكن كانت فرص للتسجيل. اليوم كان منتخب السودان او جنوب السودان يعني عمل واحد الكتله دفاعيه تقريبا يعني في المنطقه تقريبا شي شويه نازله قريبه من المرمى ديال الفريق الخصم، وبالتالي اضافه الى شويه ديال حتى القوه والخشونه اللي كان كيلعب بها، فدخل ان اللاعبين ديالنا شي شويه يمكن ما كانوش مرتاحين خاصه في المراحل الهجوميه يعني من الاستحواذ ديالنا على الكره. ولكن تنظن اجمالا تنظن انه اللاعبين خلقوا مجموعه من الفرص، سجلنا جوج ديال الاهداف، عرفنا كيفاش نسيروا المقابله بشكل جيد. تنظن انه تجنبنا بعض الاخطاء اللي ارتكبناها في المقابله الاولى. الهدف اللي كان من هذه المقابله هو اننا وقفنا على الجاهزيه ديال واحد مجموعه اللاعبين، الكل عطينا له فرصه على انه يشارك، وان شاء الله بمتبقي مقابله اخرى ان شاء الله بعد يومين. حاولنا يعني جميع الدقائق ديال ثلاث المقابلات ان نوزعها على المجموعه كلها، مع الاسف انه كريم البركاوي يعني عنده واحد التجنج عضلي خفيف، الحافظي حتى هو عنده مشكل بسيط، ادم النفتي حتى هو عنده مشكل بسيط، وبالتالي المحمدي حتى هو مشكل بسيط، ما بغيناش نغامروا فيهم، نحافظوا عليهم على اساس انهم ان شاء الله يكونوا معنا يعني في المناسبات القادمه. ولكن هذه المقابله هذه اللي جايه ان شاء الله بعد يومين غنوزعوا حتى هي الدقائق ديالها على اللاعبين اللي شاركوا في المقابله الاولى والثانيه، وان شاء الله انه يكون المستوى جيد. ونحاولوا البحث ديالنا كان دائما هو على داك الانسجام اللي هو مطلوب، باعتبار انه هذه غتكون ثالث مقابله بالنسبه لهذه المجموعه هذه اللي كتجمع اللاعبين اللي كينشطوا في البطوله المحليه واللاعبين اللي في البطولات العربيه. تنتمنى انه نكونوا جاهزين لا يعني معنويا ولا حتى تقنيا وتكتيكيا، وتنتمنى اننا يعني في التاريخ ديال الفيفا المقبل ديال نوفمبر اننا نلقاو جوج او ثلاث المقابلات اللي ممكن يخليونا اكثر جاهزيه للبطوله العربيه. فوالا الحسين عموته اللي رجع على هاد لا غوفي ديفيكتيف اللي عنده، ومازال غادي تكون غوفي ديفيكتيف ان شاء الله في المقابله اللي غادي تكون غدا امام منتخب سيرا ليون، اللي يمكن غادي يكون يمكن مواجهه اصعب من المباريات الجوج الاولانيين. ما عرفتش الراي ديالك جمال حول الاداء ديال المنتخب الوطني الرديف. النتيجه كتتكلم على الاداء ديال المنتخب الوطني، سبعه الاهداف في المقابله الاولى، هدفين في المقابله ديال منتخب ديال جنوب السودان. انا اللي راقني كثير هو وليد الكرتي. يعني شفنا لعب مرتاح، يعني لاعب انا ما عرفتش لي دو ماتش، لا الماتش الاولاني لا الماتش الثاني، وليد الكرتي وبالاضافه للحسوني انا ما كنعرفش علاش ما عندوش مكانه في المنتخب الاول. يعني لاعبين عندهم امكانيات كبيره، الكرتي كيعطي حلول كثيره، يعني شفناه في المباراتين بجوج، يعني حتى الموضوع ديالو الاهداف يعني كل ما هو مطلوب من لاعب في هذاك المركز كيديروا وليد الكرتي. كنت كنتمنى صراحه نشوفه في المنتخب الوطني الاول، ياخذ حتى هو الفرصه ديالو، لانه كاين لاعبين كيفوقهم وامكانيات، لا هو لا الحسوني كاين لاعب في المنتخب الاول يعني كيفوق الامكانيات ديالهم بكثير. بالنسبه للمنتخب يعني للمنتخب ماشي رديف ولكن منتخب محلي مع اللاعبين اللي كيمارسوا في البطولات العربيه، فوارق كبيره ايضا بينه وبين بقيه المنتخبات اللي لعب معها، لا جنوب السودان لا غامبيا ولا حتى يعني ممكن حتى يعني منتخب سيراليون، انه يعني لان كاين لاعبين كاين هذا تقريبا منتخب قريب من المنتخب الاول لان هادو اللي خديتي غير اللاعبين اللي كيشكلوا هذا المنتخب عندهم امكانيات، اسماعيل الحداد مساوي يعني الظهير الايسر ديال المنتخب، يعني هذا المنتخب اللي كيدربوا الحسين عموته، كنظن غادي في مسار جيد كنتائج كحضور، في مسار ايجابي يعني في انتظار البطوله العربيه اللي غادي تكون في قطر ديال المنتخبات. لا دات عارفينها ديال البطوله العربيه بيان سور سون مو ديسمبر، انا نعطيك لي دات اكزاكت. ميرسي بوكو. تقريبا 18 باش من نعطي لا دات اكزاكت. بارك الله على اين المنتخب الوطني المغربي مازال كيستعد، مازال نطلب الراي دو 30 نوفمبر او 18 ديسمبر ان شاء الله. اكزاكتومون نمشيو مازال غادي نطلب الراي ديال مصطفى بيدودان حول المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو غير نتوقفوا مع فاصل اشهار ونعاودوا نرجعوا لكم.
ما كاينش غير الكره، برنامج اللي بعيد على الكره. ما كاينش غير الكره، برنامج اللي غادي يقربكم من الرياضات الجماعيه والفرديه، من الابطال، من المسابقات والتحليل. برنامج ما كاينش غير الكره من اثنين للجمعه من الوحدة للجوج على راديو مارس. يقدم لكم هذا البرنامج بالشراكه مع سوغيك، الشركه الملكيه لتشجيع الفرس. برنامج بحث كافي كل ثلاث من 9 إلى 11 ديال الليل، فيها تحليل نتائج لا ليغا وتشامبيونز ليغ، ميركاتو البارسا، بالاضافه لاخر اخبار نادي الكاتالاني مع محبين واخصائيين. بحث كافي كل ثلاث من 9 إلى 11 ديال الليل على امواج راديو مارس. تابعوا بحث كافي على راديو مارس مع المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس، نربحوا الرياضه. رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، دائما الحديث على المنتخب الوطني الرديف. قبل ما نتكلم على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أو الكرة القدم النسوية، نعم تفضل الجمال. اللي كيدربوا الحسين عموتة، وحنا كنتكلموا على أنه استقرار في التشكيلة، ولكن الطاقم التقني ما فيش استقرار. كل مرة كنشوفوا وجوه يعني في الطاقم التقني، مرة رشيد بن محمود مساعد، مرة شفنا في هذه المباراة الأخيرة هشام الدميعي اللي هو مدير المنتخب الأولمبي. فأيضا حتى هذه المسألة خص يكون فيها واحد النوع من الاستقرار، نعرفوا شكون الطاقم التقني، لان هذا منتخب وطني راه ماشي فرقه ديال هو من يتقدم المنتخب الوطني المغربي كان فيه رشيد بن محمود وكذلك هشام الدميعي، واخا هو منتخب واخا هو مدرب المنتخب الوطني اقل من 23 سنه، فهي طاقم ككل يعني. وحنا حتى الحسين عموته كان لا غير حنا دابا كان الراي ديالي انا شي كيبان لي العبات. المهم هذه النقطه هذه مازال نرجعوا لها، هذا فيها واحد النوع من العبات، لان خاصنا الاستقرار في الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني. عرفوا شكون المدرب، شكون المساعد، المدرب راه باين بعدا راه هو الحسين عموته، المدرب الحراس، كل واحد البدني. انا كل مره هادشي راه معروف، معروفش سيفتح معروف. ما مثلا ملي قدموا، اسمح لي ملي قدموا عموته، دابا كنقول كان دابا انا جاي قدموا عموته على اساس انه المدرب ديال القطب ديال ماشي غير ديال الفئات العمريه وكذلك البول كله، فهمتي؟ وملي قدم المساعدين، ما فهمتش افتح ونكمل لك، ملي قدم المساعدين ديالو غير في هذا الوقت دابا قال بن محمود. واش كل مره يكون المساعد شكل؟ لا بن محمود راه كان اللي تزاد، دابا نقول لك دابا كل مره كيدخل واحد، لا اللي تزاد هو الدميعي كمساعد. على اي هذا موضوع مازال غادي نرجعوا ليه، غنمشيو بعدا نشوفوا جمال، مازال غادي نرجعوا افتح بلوس بوكو الله يهديك. وي بيان سور، ولا كانت باش تكون الكونتينيتي، لكن غادي نشوفوا لاعبين ديال 23 سنه ربما من بعد البطوله العربيه نقدروا نشوفوهم في ليكيب بروميير. اللي ماشي كتقولي في الدنيا راه منتخب وخاصو الطاقم ديالو يكون معروف، كل مره نجيبوا ليه واحد في شكل مساعد. نمشيو نشوفوا الراي ديال مصطفى بيدودان بالنسبه للاداء ديال المنتخب الوطني المغربي وشراقه الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي. تفضل مصطفى. ماشي بحال المقابله الاولى. علاش؟ يعني كل مقابله نقول لك علاش، كل مقابله كتختلف على الاخرى. دوك جنوب السودان يعني منتخب اللي هو مغمور، دوك لاعب امام منتخب مغربي اللي معروف. يعني حتى البطوله الا غادي نشوفوا البطوله ديالنا ولا البطوله باش تقارنها مع اشقائنا جنوب السودان، فما تنطرش كيف فوارق اللي هي كبيره. الا ما باشنا واحد المستوى هو اللي كبير، علاش يا دنيا؟ لانه منتخب جنوب السودان ما جاش يلعب الكره، انا يعني شفنا شي واحد القوه، واحد الدفاع بدني، وليت انا كنخاف على اللعابه واللاعبين. راه تابعوا الفرق ديالهم، كاين اللي يلعب شامبيونز ليغ، كاين اللي يلعب لاكاف، كاين اللي عنده يعني كاين عقود احترافيه، راه عباد الله راه كتخلص. يعني حتى اللي في دور يعني شفنا لاعبين ما قدروش، انه لانه منتخب السودان شفت اللاعبين ديالو وحده جوج راه بطاقات صفراء، جنوب السودان يعني شفنا البطاقات الصفراء اللي فرق الاربعين. راه بعض المرات راه الدراري كانوا الناهير، كان ناهير كان هي كلها الجعدي كذلك. يعني هنا باش يعني كان تشياط بزاف، تشياط بزاف ولا يعقل. وراه اللاعبين راه ملتزمين مع الانديه ديالهم، هذه راه مقابله وديه، داك الشيء علاش ما شفناش. يعني راه شفنا اللاعبين المنتخب الوطني لاعبين واحد الاقتصاد، ولاعبين بحال خايفين، لان راه داك الاندفاع البدني وهذه ممكن في مقابله رسويه وي تكا عليه وتكا عليك ماشي مشكل، مي مقابله وديه تضرب لي انا اللاعب تخسر فيه الفرقه ديالو، دونك ها حنا لا هذه ولا هذه. دونك تنظن بانه هضرنا نهار الجمعه قلنا دنيا واش غادي تغير التشكيل، قلت لك راه غادي يتغير 100%، وفعلا يعني في العوض عطية الله وسعدان وبانو نوشيبي، دخل مساوي بوطوي البوفتيني والناهيري في الميليو تيرا، كبا معمر والكرتي وكذلك فتوحي. شكون كان با معمر وشكون؟ الكرتي، الكرتي ماشي مشكل، كمل بحال الكرتي بحال الكرتي، كمل مصطفى عرفناك على مداوم. تفضل مصطفى تفضل. فتح ما كتزكر والو. سي الحمر. جبران والجعدي وحسوني والخلوي واحداد والزرهوني
دخل ما يعني كان الحداد وازارو وفوزي دونك تغير التشكيل كامل دونك ما شفناش يعني شفنا فرصتين هما اللي جاو منهم الاهداف راه ما شفناش مثلا يعني كثرت المحاولات بحال المقابله الاولى لانه كل فريق لانه شفنا المنتخب جنوب السودان ترك الوراء لعب على الهجمات المرتده ما بغاش يفتح اللعب دونك جاونا يعني اصاف الفرص اللي استغنيهم كان الخطا الاول استغلوا البوفتيني وكان ضربه ثابته اللي سجلها بانون تنظر بانه كنقول دائما الدنيا راه كلاعب متابع انه هذه المقابلات الوديه تتعطينا مدى جاهزيه اللاعبين ومدى الانسجام ديالهم اعطاء الفرصه للكل باش على الاقل ياخذ واحد الفكره مسبقه يعني من هنا لدات فيفا اللي غادي ربما غادي اعلن على تشكيله رسميه لكن كاينين لاعبين كيف ما قال بالنسبه لجبران ولا حسوني وهذه فصراحه المكان ديالهم يعني ممكن يكون في المنتخب الاول يعني عده لاعبين ماشي غير جبران حسوني حتى اللاعبين اللي ظهروا بمستوى اللي هو جيد وكذا كيبقى القرار ديال الناخب الوطني خالد بوزيج ليسونسيال شفنا لاعبين اللي هما متميزين تعطات الفرصه للكل قرار بيد عموته ان شاء الله باش نظهروا بواحد الوجه اللي وعلاش نقول لك واحد القضيه انه حتى هذا معطى جيد ديال التعادل لان تقدر تواجه منتخبات لانه احنا عندنا في الجروب ديال الانتصار بجوج زير ماشي تعادل ماشي تعادل انتصار بجوج زيرو كاينين المنتخبات كاينين المهم نعم ماشي المنتخبات غادي يرجعوا لك الوراء يعني انت غادي تلعب مع فلسطين غادي تلعب مع السعوديه وغادي تلعب كذلك مع الاردن نعم يعني السعوديه ممكن تفتح معك اللعب وتلعب معك كره ولكن بالنسبه للاردن وفلسطين تقدر تلقى هذه المشكله هذا انه يلعبوا لك دفاع متكتل ويلعبوا لك على الجماد المرتده دونك جاونا حلول من الضربه الثابته ومن بعض الاخطاء وخطا اللي استغليناه في المحاوله الاولى دونك هذا تنظر بانه خدا معطيات عموته تيبان بانه هنا غادي يعطي فرصه للكل في المقابله الثالثه ده قال لك اللاعبين يدخلوا كخفيفي كضاري ممكن تشوفهم في المقابله الثالثه فتنظر بانه يعني نبدلوا عاوتاني اللايكس ديال لا ديفونس مثلا ضروري وي هي هذه اللي صار لها الى صار ليها راه خصو يدخل داري وخفيفي لان في الاول خاص عدان وبانون دابا بوطويل والبوفتيني ممكن داري وخفيفي نشوفهم هادو هما مقابلة خاص شفنا داري يدخل اون كور دو ماتش من بعد ما خرج بوطويل وشفنا كذلك بان حتى خفيفي يدخل اون كور دو ماتش يعني جربنا هاد المجهود راه وي لا هما في الاول انت بغيتي تشوفهم تيتولير وي بطبيعه الحال تيتولير باش تشوفوا الناس فعلا هاد اللاعبين واش يستحقوا المكانه ديالهم ولا لا نعم واضح حنا غنبقاو في المنتخبات الوطنيه الا سمحتوا هاد المره غنتكلموا على كره القدم النسويه المنتخب الوطني لاقل من 20 سنه واللي كيتاهل للدور المقبل هاد الخطوات ما كناش كنوصلوا لهم الدور الثالث من الاقصائيات المؤهله لكاس العالم وهادشي اللي غادي يخلينا اننا نتوقفوا مع هاد الورقه اللي موجدها لنا صديقنا سي محمد القرده تألق بنون النسوة المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 سنة يعبر حاجز منتخب البنين ليبلغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها السنة المقبلة بكوستاريكا انتصار ذهبا بالبنين بهدفين مقابل هدف واحد ثم التعادل بالمغرب بهدفين لمثلهما عبد الطريق لمواصلة المشوار في اتجاه تحقيق حلم التواجد بكوستاريكا مباراة الإياب في شوطها الأول شهدت تحكم العناصر الوطنية في أغلب دقائق الشوط الأول من خلال تنويع الهجمات المنتخب الوطني أتيحت له مجموعة من فرص التسجيل لم يتم استغلالها على النحو الجيد فرص أتيحت لكل من هاجر الرقاص والعمراني أميمة المنتخب الوطني انتظر إلى حدود الدقيقة 38 ليفتتح حصة التسجيل عن طريق أناف اليمني من تسديد داخل مربع العمليات الشوط الأول انتهى بتقدم العناصر الوطنية بهدف دون مقابل صديقات نسيمة جواد في الشوط الثانية واصلنا الضغط على دفاعات البنين الدقيقة 71 عكس مجريات المباراة منتخب البنين يسجل هدف التعادل بأقدام اللاعب صديقو 10 دقائق بعد ذلك اللاعب سارة مسليفيام من تسديدة بعيدة المدى على بعد تقريبا 30 متر تسجل هدف التقدم للمنتخب الوطني بعد سوء تعامل مع الكرة من جانب حارسة مرمى منتخب البنين وبينما المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة منتخب البنين يخطف هدف التعادل في الدقيقة 92 عن طريق اللاعب إيمور تعادل لم يمنع سيدات المنتخب الوطني من العبور للدور المقبل بعد الانتصار ذهابا بالبنين بهدفين مقابل هدف واحد وخويا يا با ميوك المغرب مغربية
اللي وجدها لنا صديقنا سي محمد الكاردة بالنسبة للتأهل ديال المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة للدور المقبل من إقصائيات كأس العالم. تفضل. هنيئا، ولكن خص يكون درس لهذه الفرقة، هذه درس، لأن المقابلة ما كانوش في المستوى نقولها. كون سجلوا علينا داك الإصابة شوية، باقي الوقت جوج ثلاثة الجوج كنا ما نتعهلوش. هذا الشيء خصي، علاش خص يكون درس، لأن يمكن الدريات ديالنا دخلوا وهم منتصرين، انتصروا في الفيسيال قبل ما يدخلوا، ربحنا اللي بجوج لواحد، هنا دخلوا داك الشيء ديال حنا راهوني كاليفي. يفو ريسبكتي لادفيرسير ديما وتلعب بحال ما كاين والو. تنظن واقيلا من أسوأ المقابلات اللي داروا هي هذه المقابله هذه، واخا كان التاهل كانوا ديزيغ كمان في لا ديفونس، ولكن ليسونسييل لا لا انا قلت في الاول قلت لهم فيليسيتاسيون، ولكن اتونسيون راس بي جوي دي تور، حيت ماشي حيت ربحنا ليه بجوج لواحد اون دو طون عرفنا شنو جرى في المقابله. المهم جوج لواحد ليه هنا دير جوج لجوج ما معقولاش. حتى راه شفنا الاصابه الثانيه ديالنا راه ديال الكول تشدتها وتلقاتها في الشبكه. غلطة ماشي فضيحة، فوت فضيحة لديك الشيء. فبالتالي هادو مسائل اللي خصهم يتعالجوا وخصنا ناخذو كدرس، ما تبقاش تعاود ترجع لينا. برافو. ايه احنا غادي ما كناش كنوصلوا لهاد لي ستاد لا كومبيتيسيون، احنا غادي نوصلوا ليه ولكن في كاتيجوري جون. متفقين، ولكن خصنا نعالجوا مسائل اللي برافو ليهم، ولكن خص المسائل تعالج. نعم جمال. بداية هو المنتخب يعني التأهل الدور يعني الحاسم باش انه يمشيو لكأس العالم، تكون خطوة مهمة جدا لهذا المنتخب ولهذا الفئة العمرية. صحيح انه ملي كتجي متفوق في مباراة ديال الذهب يعني ولا ما خديتيش المباراة الإياب بجدية، ممكن كتصعب عليك. هادشي اللي وقع يعني المنتخب الوطني كانت أخطاء يعني في الدفاع، شفنا الهدف الأول ديال ضربة الجزاء اللي كان خطأ يعني ساذج ديال الدفاع ديال المنتخب الوطني. ولكن الاساسي هو انه المنتخب تاهل، لانه كما بغى يكون الاحوال كتقييم الكرة القدم النسويه ولهذه الفئه العمريه بالتحديد ما تحقق ايجابي. غيكون ايجابي اكثر اذا انهم استطاعوا يمشيوا لكاس العالم، غتكون يعني خطوه مهمه جدا وغادي يعطيو انطلاقه اخرى لكرة القدم النسويه خصوصا على مستوى المنتخبات. كاين إمكانية صراحة، كاين مجموعة من الأمور، كاين أيضا أشياء اللي خاصها تصلح. المرحلة المقبلة غتكون أصعب لأن غيكون منتخب بإمكانيات أكبر. كما قال فتاح هذه المباراة درس للاعبين ولا الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني. لا مجال يعني أنه لعدم التركيز، الجدية دائما مطلوبة. ما نساوش الظروف اللي جرات فيها مباراة الذهب، لأن كانت لعبات وكان المنتخب الوطني متقدم بهدفين لصفر، ثم الامطار، ثم توقفت المقابله وكملت في الغد، ثم المنتخب ديال بنان سجل هدف يعني ذوب الفريق وسالت المقابله بجوج اهداف لواحد. ففي ظل هذه الظروف ايضا جرات المقابله ديال الاياب. فالدرس يكون مفيد جدا لكل مكونات ديال المنتخب الوطني، ولكن كنهنئوهم لان هذا الشيء اللي داروه ايجابي جدا. نعم. ما عرفتش الراي ديالك بدر حول هذا التاهل، هذا الدور المقبل من الاقصائيات. التاهل بعد هنيئا اليوم بعد باش تاهلوا باش يوصلوا للدور الاخير من التاهل لكاس العالم. انا اللي كيهمني في هذه الكره النسويه هو الحضور، نتمنوا تكون حاضره في التظاهرات الكبرى، باسكو ما غاديش نجيو نشونجيو بزاف د الحوايج. انا متفق مع سي جمال وسي فتاح، كانوا مشاكل، كان واحد التراخي، كان خص لا كونسونطراسيون، خصهم التعامل مع المقابله. ولكن اش نقولوا؟ كنقولوا حنا منتخبات، هادو منتخبات اللي هما جداد، يلا قالوا بسم الله، ما عارفين بان ما كايناش بطوله على زعما بواحد المستوى اللي هو كبير هنا في المغرب. دونك ما نتسناوش منهم شي حوايج اللي هما كبار، ولكن اللي كيهمنا هو الحضور ديالنا. لحقاش الحضور ديالنا في التظاهرات الكبرى كيخلينا نزيدو نتموتيفاو باش نخدموا هاد الكره النسويه، باسكو كاين يا دي بوتونسييل، يا دي بوتونسييل. حتى المراه تاهي خصها تاخذ لا شونس ديالها باش تلعب تاهي الكره ولا تمارس الرياضه. الحمد لله هاد السنوات الاخيره انا فاش كنا في لا ديريكسيون تكنيك كنشوف واحد التقدم، واحد التركيز على هذه الكره النسويه.
فالسيد سيفوجا القجع فهو كيف كنقولوا ميزي على هاد على الكره النسويه وبغى يزيد يطورها كيبقى ليها تشالنج في عنده دونك كاين تحسن ولكن الاهم انا بالنسبه ليا هو نكونوا حاضرين في التظاهرات مازال الحوايج الاخرين خصنا نخدموا عليهم ولكن الا خدمنا الا كنا حاضرين فهادي غادي نتموتيفا باش نزيدوا نخدموا ونحاولوا نوجدوا منتخبات اللي تقدر تنافس في التظاهرات الكبرى ان شاء الله ان شاء الله جدرا ان دي بروميير شونتي ديال الكاف وديال لا فيدراسيون ديال الكاف هو لو فوتبول فيمينين دي بروميير برافو راه غاديين داروا بزاف د الحوايج الواد المنتخب افتتاح انا شفتو مثلا في مقابله ديال الكاميرون اللي كانت مباراه وديه تلعبات فيها واندي كانوا مع داك يعني البنيه ديال اللاعبات ديال المنتخب الكاميروني ونجحوا فازوا كانوا مزيانين كانوا مزيانين بزاف كانوا مزيانين بزاف فاذا بهذاك المستوى اللي لعبوا امام الكاميرون خصوصا امام الكاميرون في الدور المقبل وتكون هذيك يعني التركيز ديال ممكن انه نلقاهم في كاس العالم كاين امكانيات رجعتي السابق راه ما كانوش كيقدروا يلعبوا مع هذا المنتخب ترى كان البوتونسيال ما كانش كنهضروا حيت كاين البوتونسيال وهذه فرصه ان نطوروا المنتخبات الوطنيه ونطوروا كره القدم النسويه لانه مجال خصب في اشياء كثيره ممكن القيام بها نعم حنا مازال غادي نستمروا ما بقاش لنا الوقت بزاف وما كرهتش انا نتكلموا كذلك على لا ناشنز ليغ المقابله اللي جمعت البارح المنتخب الفرنسي بالمنتخب الاسباني وهادشي اللي غادي يجرنا لا كابسول فيستيف اللي متعلقه بهذا النهائي هذا وانتصار المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الاسباني عيشوا حماس كره القدم مع كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه ام دي جي اس نربحوا الرياضه بملعب أليانز أرينا بتورينو دخل المنتخب إسبانيا والمنتخب الفرنسي في نهائي نيشنز ليج في نسختها الثانية منتخب لاروخا اللي بأسلوبه المعتاد باحتكاره الكرة ومنتخب فرنسي اللي معنوياته مرتفعة بعد ريمونتادا أمام المنتخب البلجيكي في نصف نهائي أول محاولات الشوط الأول كانت عن طريق الفرنسيين في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة ديال بول بوغبا لكن كريم بنزيما ما قدرش يترجم الهدف بعد ما احتكروا الإسبان الكرة بنسبة 96% لكن بلا ما يشكلوا خطورة الشوط الثاني البداية ديالو بدات بخطأ ديال بول بوغبا على سيرجيو بوسكيس اللي كلفته بطاقة صفراء وفي الدقيقة 64 قدرنا نشوفوا اولى الاهداف ديال هذا النهائي سيرجيو بوسكيس اللي مرر اللاعب ويارسابال كيماركي الهدف الاول ديال المنتخب الاسباني سيرجيو بوسكيس كره طويله عند اللاعب ويارسابال ويارسابال رات الكوترا دخل جول 60 دقيقه شفنا فيها اول اهداف ديال هذا النهائي اللاعب ويارسابال واللمسه الرائعه ديال سيرجيو بوسكيس الكابتن والقائد ديال المنتخب الاسباني الرد ديال الفرنسيين ما تاخرش بزاف بحيث ظهر كريم بنزيما بطريقه رائعه كيسجل هدف التعادل بعد قطفه لعزمات الحارس المنتخب الاسباني المنتخب الفرنسي تعادل 1-1 كريم بنزيما بطريقه رائعه يعني قلب على لونغ كريم بنزيما لافراب ديالو كانت اونفلوبي عزمات الحارس سيمون وعطات البيت ديال التعادل مباشرة دقيقة 80 نتيجة 1-1 المنتخب الفرنسي واصل الهجمات ديالو كورة مشات لعند اللاعب تيو هيرنانديز من لوكوتي غوش دخل عمق الملعب ولعب كرة للاعب كيليان امبابي اللي استثمر في هذه المحاولة وسجل الهدف الثاني بهدف الانتصار ديال المنتخب الفرنسي اللي كيتوجو بهاد المسابقة في النسخة ديالها الثانية من بعد منتخب البرتغال عيشوا حماس كرة القدم مع كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة ام دي جي اس نربحوا الرياضة وهادشي اللي غيخلينا اننا نتكلموا على هذا الماتش هذا فتح العلاوي الراي ديالك حول المقابله ديال اليوم امس اولا المستوى المستوى ديال الفرق بجوج المستوى ديال تالي دومي فينال شفنا كره لابار طلعوها لي زروبيان بزاف انا غنقولوا هاد الكلمه يمكن نكون غلط وقيلا فاتوا لاميريك لاتين بزاف انت بونس ما عرفتش الراي ديال لا هذا رايي الخاص يمكن نكون غلط ما بقاش داكشي ديال ديكاجي كيخرجوها كيلعبوها في نص مترو كتخرج كتلعب لا سميتو لو ريتم عالي بزاف حتى التاكتيك مون كيفاش ولاو تيلعبوا كيفاش ولي شونجمون ملي كيدار يعني المسائل شفنا الكره الكبيره لا من جهه الاسبان لا من جهه فرنسا تنظن البارح حتى السيف لي فينال ما كنتيش غتعرف شكون اللي غيربح tout était possible من الاول حتى الاخر اللي تهنتي به لا في الدومي فينال الفينال هو ديك لا رياكسيون ديال لي فرونسي اللي كيكونوا اون بريمير ميتون ما داخلينش في المقابله مزيان وان دوزيام ميتون كيقلبوا لا بالانس وكيرجعوا في المقابله وكيديو المقابله شفنا كما كان الحال ان تري تري او نيفو اللي كيبغي الكره كنظن ان تمتع في هاد لي دومي فينال والفينال مصطفى راي ديالك حول المقابله ديال اليوم امس
هذه هي اللي خصك يعني ديك ما مش حاشي قدرتي غمض عينيك يا الماتش ما ترمش كنهضروا على مستوى عالي بزاف هذوني يعني شوف من الناحيه التكتيكيه من الناحيه ديال القوه البدنيه الالتحامات السرعه في الاداء قال في التعبير انه راه فاتوا ماشي امريكا راه فاتوا امريكا اللاتينيه فاتوا سنوات لانه نقول لك امريكا التي عندها مواهب في كتاخذ الطاكسي كتاخذه في اوروبا دونك ملوك الطاكسي راه هما اوروبا صراحه باش ما لياقه بدنيه باش ما بغيتيهم صراحه شفنا البارح فريق كيستحوذ وفريق رجع للور يعني نفس الاسلوب اللي استعمل ديشون في بطوله فاش فاز بكاس العالم تقريبا نفس الاسلوب تيخليك و تيقرصك تظن ما تعطلش في هدف تاعك باش لا بوزيسيون دو بال في لا بروميير مي طون كانت عند اسبانيا 66% ضد 34 فور لاسبان بور لا فرانس الثاني تبدلات البدايه ديالو لما سجل المنتخب الاسباني اوريازابال فاش ماركا ولكن ردات الفعل بسرعه دونك هنا والله العظيم راه خلاها المدير البارح كان تصنت ليه قال حرمنا ديشون ست سنوات من بنزيما الدور اللي كيقوم به الدنيا راه ما يمكنش ماشي نضج نقولوا نضج بنزيما ما نقدرش نقولوا ليه نضج ولكن المستويات اللي قدم لها مع ريال مدريد هاد السنوات ولا الان فاش التحق بالمنتخب المستوى اللي هو كبير دنيا وممكن هو مرشح لجائزه افضل لاعب لانه فعلا يستحقها نظرا للمستويات اللي كيقدم البيت الثاني يعني هدف التعادل كيفاش جا والطريقه باش جا والوقت كيفاش جا دونك ما تعطلوش بزاف دونك تما عاد شفنا المنتخب الفرنسي تحرك شي شويه بدا تياخذ بزاف من الامور جات كتعرفي اني انا ما عرفتش انا دابا هذه تسلل ولا ماشي تسلل ما عرفتش لانه انا بان لي تسلل مزيان اللي عطيتينا لاباس مصطفى مزيان بلاتي بقى معايا وكنشكر جزيل الشكر سي محمد قزاز الحكم الدولي السابق وعضو في اللجنه المركزيه للتحكيم اللي حاضر معنا حقاش كانت الهضره بزاف على لاكسيون ديال كيليان مبابي واش فيها اورجو ولا لا معنا سي محمد القزاز اللي كنشكروا جزيل الشكر على حضوره معنا اليوم مرحبا بك سي القزاز مرحبا اخت دنيا ومرحبا بالضيوف ديالكم الكرام ومرحبا بالمستمعين ومتتبعي راديو با لا لا خطيك سي قزاز المهم راك سمعتي الكل كيتسائل واش لاكسيون ديال كيليان مبابي فيها اور جو ولا لا الا كان ممكن تشرح لينا اكزاكتومون علاش الهدف تقبل شكرا اذا هذاك الهدف خلق واحد المجموعه ديال ردود الافعال وكاين اختلاف تاويلات الى اخره بالنسبه للهدف فهو هدف صحيح رغم ان المهاجم الفرنسي كان في وضعيه تسلل او في موقف تسلل بمعنى انه كان اقرب الى خط المرمى من ثاني اخر مدافع عن لحظه تمرير الكره من طرف الزميل ديالو هذه مساله ولكن شكون اللي حلل هذاك التسلل باش يكون باش ما يبقاش وضعيه التسلل هو الحركه اللي قام بها المدافع انا بغيت نسول الاستفتاح بحكم انه مدافع وكان يشهد له احنا تفرجنا فيه ملي كان لي با هابطين والمايو فوق الشورت توجور هذه اسمو بغيت نسولو واحد السؤال بالنسبه ليه الحركه اللي قام بها المدافع واش حركه اراديه بمعنى واش هو اللي تحرك باش انترسبتي داك لو بالون اذا صحيح اذا هذه العمليه اللي قام بها اللاعب المدافع يتحمل بها المسؤوليه وبالتالي كنوليو كنسميو هذه كو لو ديفونسور افي اون اكسيون وما جاتش الكره لعند المهاجم الفرنسي بار اون رياكسيون سي تادير ماشي ارتطمات به ولا انحرفت به ماشي الروبو ولا اون ديفياسيون مشات عند كيليان مبابي وانما اللاعب تحرك من الحيز المكاني اللي كان فيه ودار واحد الخطوه او خطوه ونص اتجاه الكره ولعبها طبيعه الحال لعبها ولا لمسها هذا التحرك ديال هذاك المدافع يعطي للاعب المهاجم ولو في وضعية تسلل أنها تسلم الكرة بطريقة متعمدة بمعنى كاين اون باس ديليبري دو من عند لادفيرسير وملي كتجينا الكرة دون باس ديليبري من عند الديفونسور ميم لو جوور اتاكون تيكون في اون بوزيسيون دور جو ما كاينش اور جو لأنه كنعتبروا أنه تلقى الكرة بتمريرة متعمدة من المنافس هذه الحاجة الأولى اذا مادام انه تحرك تيشوف الكره منين جات اذا تيشوف الكره عنده القدره يشوف الكره منين جات واحد ثم كانوا عنده خيارات اخرى ممكن يلعبها كان ممكن يضربها يخليها تدوز لعند اللاعب اللي كان في موضع التسلل ويتحسب عليه التسلل اللاعب
ما كانش كان في وضعيه توازن كامل، ماشي زلق ولا شي حاجه، انما هو اللي تحرك باش دار داك لو تاكل. اذا هذه العمليات كلها كتضفي انه التمريره كانت متعمده. لا نتحدث هنا على الانقاذ او السلطان، اذا باش ما نخلطوش، لانه عندما نتحدث عن الانقاذ او لا افيكتيو ان سوفتاج سي انترسبتي او اسي انترسبتي ان بالون كي سو ديريج فيغ لو بوت او بلو بري دو بوت، بمعنى انه ملي كنديروا عمليه انقاذ فهو صد او محاوله صد الكره المتجهه نحو او بقرب المرمى. هذه العمليه ما كانتش، لانه الكره ما كانتش غاديه في اتجاه المرمى، بمعنى ما دخلاتش، ما كتبانش انها داخله الاطار. وثانيا كان هناك حارس، اذا ماشي الكره داخله مباشره للشبكه باش نقولوا عمليه انقاذ. اذا في هذه الحاله هذه لا نتحدث عن انقاذ، الانقاذ لا نتحدث عنه الا اذا كان اللاعب او الحارس هو اخر واحد ممكن يلمس الكره وهي غادي، الا ما لمسهاش غتدخل الشبكه. اذا فاللاعب عنده الحق يلعبها ولو بطريقه متعمده الى ردها اللاعب اللي كان فوق التسلل. لا، اللاعب يحتسب عليه التسلل. شنو اللي تيخليه يحتسب عليه التسلل؟ لانه عمل على انقاذ مرماه او حاول منع الكره من دخول مرماه. ما كاينش هذه الحاله هذه البارح، وبالتالي الحركه اللي قام بها المدافع الاسباني بالتحرك نحو الكره تعتبر تمريره متعمده، والتمريره المتعمده من المنافس تلغي صفة مخالفة التسلل رغم أن اللاعب يوجد في موقف التسلل. نعم واضح. انتربريتاسيون كبيرة بزاف. لا فعاود ما تكون باس ديليبيري كيف قال سيكزاز لو ديبلاسمون ديالو هو اللي خلاته أن تكون حيت ملي كتضرب. كاين سؤال من عند جمال. حيت ملي كتضرب فسميتو وتمشي عند عند ان اتاكون ما بقاش اون بوزيسيون دورجو. لا كيكون اورجو. ملي كتضرب فيه كتكون اورجو. ولكن من هادي لو ديبلاسمون ديالو خلا بحال راه اون باس. وي بحال فوالا. انا سي كزاز تحيه طيبه. شكرا جزيلا. انا غير زعما بان لي قاعده سخيفه انا صراحه. لا لا لماذا سخيفه؟ سخيفه لانه انا على رايي انا زعما وما كاين جدل اليوم حتى في الصحافه العالميه بخصوص هاد بخصوص هاد الواقعه وبخصوص هاد الحاله. هذا قانون جديد في ليفا بياك سي كزاز. لا ماشي قانون جديد، حنا نعرفوا باش يعرف علاش كنهضر على التفسير. كيولي المدافع خاصو يعرف واش واش تسلل ولا ماشي تسلل. وبالتالي كتولي مانعه من العمل الطبيعي ديالو هو انه يحاول انه يمشي الكرة او لا. فانا كبالي لي زعما تفسير ماشي تفسير ديال زعما ديال القانون وديال حتى يعني هذا بان لي زعما مدرب كره القدم. ما عرفتش الراي بسرعه بسرعه سي شنو هو الهدف ديال الان؟ الهدف هو تشجيع اللاعب الهجومي وما نحرموش اللاعبين المهاجمين. المدافع خصو يتحمل مسؤوليته ما دام انه دار هذيك الحركه تجاه الكره، خصو يميتريزي الجست ديالو. وعلاش المهاجم تو ما يتحملش مسؤوليته وما يكونش متسلل؟ لا بالعكس، وعلاش المهاجم المدافع ما يتحملش مسؤوليته ويخلي الكره تدوز لعنده اللي في موقع تسلل؟ طالما ان هذاك اللاعب لم يتداخل معه ولم يؤثر في هذاك المنافس. لانه ملي كيولي كياثر على المدافع ديالو كنوليو كنعاقبوه بالتاثير على المنافس او التداخل مع المنافس انترفير هذيك الادفيرسير. واضح سي الكزاز. سي الكزاز انا كنشكرك جزيل الشكر وكنعتذر منك. هو الحوار مازال ان شاء الله مجموعه من الحالات مره غادي نتصلوا بك باش انك تشرحها لينا حقاش وضحتي لينا الصوره ما كناش عارفين اكزاكتومون بالنسبه لهذه النقطه هذه. شكرا لك سي محمد الكزاز. مرحبا. لا لا يخطيك. شكرا لك تاع العلاوي. شكرا لك بدر القادوري. شكرا لك جمال سطيفي. شكرا مصطفى بيدودان. سي محمد عبد الغفور اللي كان معنا في الاخراج وبدر برجه اللي كان معنا عبر الفيسبوك. وانتم مستمعاتنا مستمعينا ما تمشيو فين دابا شي شويه عدد جديد من برنامجكم يوميات الانديه. مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في
حلقه اليوم غنتكلموا على اهميه الاوقات المناسبه لزراعه الحبوب الخريفيه في المغرب، فكتعتبر وقت الزرع عامل اساسي في مسار تقني الحبوب بحكم اختلاف الانظمه الزراعيه واختلاف المناخ وتساقط الامطار ووجود ماء السقي من منطقه الى اخرى، زياده على امكانيات توظيف اصناف ذات خصائص مختلفه من حيث مراحل النضج. وهذا التنوع في المناخ وفي اختيار الصنف وتكيفه مع الخصائص البيئيه للمنطقه كيسهل المنتج باش يختار الوقت المناسب وصنف القمح او فرينه او الشعير الخاص به على اساس المنطقه والمناخ ونوع التربه ومقاومه التغيرات في درجات الحراره والافات المختلفه، وكيجعل من الممكن استغلال الامطار الخريفيه وخاصه في المناطق الجافه وشبه الجافه. والدراسات بينات في السنوات الاخيره ان المناطق الملائمه والمناطق السقويه في جنوب البلاد اصبحت كذلك تتجاوب اكثر مع الزرع.